الشركاء ضيوفنا الأكارم، عطوفة الدكتور جمال اكتيشات أمين سر مجلس البناء الوطني، عطوفة المهندس زياد أبو عرابي مدير دائرة الأبنية والتراخيص لأمانة عمان الكبرى. نرحب بعطوفة أنور بيك جديفات مدير دائرة الوقاية والسلامة العامة الدفاع المدني. نرحب في ممثل مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عوني خميس، ونرحب أيضا في مقرر هذه الجلسة الذي نكن له الاحترام والتقدير المهندس صالح سلو. بداية، العمل الاستشاري له مفهوم كثير بالنسبة لنا كمكاتب هندسية وشركاء، له خصوصية. هذه الشراكة نترجمها بهذا المحور الذي يقول الدور المؤسسي في حماية العمل الاستشاري. لذلك بداية بدنا نسمع الدكتور جمال قطيشات أمين سر مجلس البناء الوطني، المتخصصين هذا المجلس بإصدار كودات البناء المختلفة، وأصبح عندهم شيئا جديد من وقت قليل ألا وهو الرقابة على الإعمار. سيكون لنا حديث بعد ما يتفضل عطوفة الدكتور جمال قطيشات ويعطيكم إيجاز حول مفهوم عمل مجلس البناء الوطني. فليتفضل الدكتور جمال. صباح الخير جميعا، وأنا سعيد أن أكون مع النخبة من الزملاء المهندسين في هذا اليوم، وعودتنا نقابة المهندسين دوما على عقد، وهيئة المكاتب على عقد هذه المؤتمرات التي دائما لها إن شاء الله نصيب من الفائدة والمعرفة وتطوير العمل الاستشاري والهندسي في كافة مجالاته. بداية، يعني موضوع استدامة العمل الاستشاري، أنا بعتقد أنه العمل الاستشاري هو للمحافظة على استدامته يجب أن يكون هناك تطوير مستمر على تفاصيل هذا العمل من خلال إدخال الرقمنة والتطوير واستخدامات التكنولوجيا الحديثة. كذلك الجزء الآخر هو تطوير التشريعات اللي بتتعلق بهذا العمل. جزء من التشريعات هي كيفية نطبق المخططات الهندسية على الواقع، كيفية ننفذ هذه المخططات، تقليل المشاكل التي تحدث في المشاريع الإنشائية. أنا بعتقد هذا جزء مهم يأتي بأهميته أن نحافظ على استدامة هذا العمل، واستدامة العمل أنه نستفيد من هذا العمل وإبقائه للأجيال القادمة، نحافظ عليه في تطور ملحوظ وأن يكون دائما مستمر. التشريعات اللي تحدثت عنها جزء منها بتعلق في ما يقوم في مجلس البناء الوطني. تعلمون أنه مجلس البناء الوطني هو مشكل بقانون، وهو قانون البناء الوطني الأردني. جزء من المهام الرئيسية التي تتعلق في القانون هو إصدار الكودات الهندسية والمواصفات الفنية. مجلس البناء الوطني خلال الأربع سنوات الماضية قام بإصدار مجموعة كبيرة من الكودات تتعلق في كافة مجالات الهندسية، سواء الإنشائية أو المعمارية أو الكهروميكانيك، استخدامات الطاقة الشمسية، موضوع المباني الخضراء، وضع بالتشاركية مع أمانة عمان ونقابة المهندسين والمقاولين ودائرة العطاءات، مجموعة من الحوافز التي يمكن إطلاقها لهذه المشاريع. الجزء الآخر أيضا هو يتعلق في موضوع النظام الذي صدر بموجب التعديل الذي تم على قانون البناء الوطني في عام 2018. جزء يتعلق منه بنظام إجراءات الرقابة والتفتيش رقم 52/2020. أصبح بمهام هذا النظام أن تشكل لجان تفتيش رقابية في كافة محافظات المملكة، والمقصود زملائي أن لا تأخذ هذه اللجان مهام الجهات المشرفة. يعني اليوم إحنا اللجان التي تقوم هي تقوم بالزيارات والتأكد أنه فعلا والتأكيد على قانون نقابة المهندسين ومقاولين إنشاءات الأرديين ونظام الأبنية سواء لأمانة عمان أو للبلديات أنه ينفذ على الواقع، ولكن هذه اللجان لا تقوم بمهام الجهات المانحة للترخيص ولا تقوم بمهام الجهات المشرفة على المشروع. كما أسلفت
تم تشكيل 3 فرق في مدينة عمان بالتعاون مع شركائنا نقابة المهندسين والمقاولين والدفاع المدني الأمن العام وأمانة عمان، وكذلك بالتشارك مع البلديات. تم تشكيل 11 فريق في كافة محافظات المملكة. كان نتاج من عمل هذه اللجان أنها قامت خلال الفترة الماضية بالكشف على 750 مشروع ممثلين في كافة محافظات المملكة، وكان هناك نتائج من عمل هذه الكشوفات أن هناك جزء من المشاريع يتم وفق المخططات الهندسية ولا يوجد في أي ملاحظات، لكن هناك في جزء من المخططات الهندسية كانت على الواقع يتم تبديلها وتغييرها ودون الرجوع للنقابة ودون الرجوع للجهة المانحة للترخيص. جزء آخر مثلا يتم العمل دون إشراف هندسي. يعني احنا من حوالي 750 مشروع حوالي 210 او 12 مشروع خلال الزيارات كانت تتم، الإشراف الهندسي كان مغيب عن المشروع، وهذا زملائي الأعزاء بيأثر على موضوع العمل واستدامته. احنا اليوم عشان نتحدث عن استدامة العمل وتطويره، انا بعتقد جزء منه يجب ان نتأكد انه العمل الهندسي والاستشاري المتعلق في موضوع إقامة المنشآت إنها تنفذ ويعني يتم تنفيذها حسب المخططات وحسب التفاصيل الفنية ولا يوجد فيها مشاكل. أيضا جزء يتعلق بالمقاول، يعني هناك بعض المشاريع ويعني بنسبة حوالي 35-40% كانت تنفذ المقاول صوري، وهذا يؤثر أيضا على العمل الهندسي. يعني الملاحظ أنه في بعض المشاريع الإشراف كان يعلم أنه هذا المقاول لا يقوم في المشروع ويستمر في العمل، فهذا الزملاء الأعزاء يؤثر أيضا على موضوع إبقاء العمل الهندسي على مستوى عالي من الحرفية ويعني الشفافية وتنفيذ فعلا المشاريع والتأكد من سلامتها الإنشائية. نحن بمجلس البناء الوطني وبالتعاون مع الشركاء نقوم طبعا، الهدف منه مو إيقاف المشاريع ولا المخالفات، الهدف منه تصويب المخالفات. يعني هاي قضية مهمة، لأنه ما في أي شخص أو جهة بتحاول تعطل المشاريع أو لا سمح الله تؤثر أنه أو تطلب أن المشاريع أن تتوقف العمل. القصد هو تصويب المخالفات التي يتم يعني رصدها في المشاريع الهندسية. فإحنا اليوم بجزء من خلال هذا المنبر نتحدث على أهمية أنه فعلا المشاريع يجب أنها تتنفذ ويجب أن تدقق كما يقوم القسم الفني في نقابة المهندسين بتدقيقها. إحنا إن شاء الله نأمل أنه في الفترة القادمة هذه النسب تقل، يعني بمعنى أنه الإشراف الهندسي دائما متواجد على المشروع والمشروع ينفذ من المقاول، والالتزام بالرخص. في بعض طبعا المشاريع كانت تقام بدون رخص، واحنا بجوز بالتعاون مع زملائنا في أمانة عمان اصبح بموجب القانون مباشرة يحول للقضاء للمدعي العام ودفع غرامات والإيقاف. يعني هاي جزئية جاءت واحنا طبعا لا يتم استخدامها الا فعلا اذا للمشاريع كانت مخالفة. يعني احنا وجدنا بعض المشاريع احدهم اقام بجوز حوالي يعني عدد شقق بيصل ل 30 او 40 شقة بمجموع اكثر من عمارة، بيقوم بدون رخصة وبنفذ، يعني واصل لعدة طوابق بدون الالتفات لانه اهمية فعلا هذه المشاريع انها تكون حاصلة على رخصة، وجود مقاول، وجود مكتب الهندسي. وطبعا في بعض المشاريع انه المكتب الهندسي كان يعلم انه يتم التنفيذ دون رخص، وهذا يؤثر على فعلا على جودة العمل. البعض الآخر طبعا مثل ما أشرت أنه بتم التعديل على المخططات حسب واقع العمل، يعني بمعنى في بعض الأجزاء يكون أنه لزاما أن يكون هناك بعض التعديلات التي يجب أن تتم، لكن في بعض أجزاء كبيرة من المشاكل التي تم رصدها أنه يتم التعديل دون الرجوع للمكتب أو دون الرجوع للنقابة أو دون الرجوع للجهات المانحة للترخيص. طبعا أجزاء أخرى كانت تتعلق في موضوع السلامة العامة بتنفيذ المشاريع الإنشائية، وجزء كبير منها بتعلق في الحفريات. يعني إحنا على موسم الشتاء لاحظنا من خلال الزيارات التي تم رصدها من خلال لجان التفتيش الرقابية أنه كثير من المشاريع كانت تحفر في وسط عمان، في مدينة عمان أو في وسط المدن دون الرجوع إلى ما يسمى بالتعليمات التي صدرت عن المجلس فيما يتعلق بموضوع إسناد جوانب الحفرية
توفير متطلبات السلامة العامة، وليس المقصود دائما إسناد الحفرية أنه إحنا نطلب أنه يكون في أنظمة تدعيم مكلفة. أحيانا بعض المشاريع تتطلب طبيعة التربة أن يكون بعض الملاحظات الفنية أو بعض التفاصيل التي تتعلق في طبيعة القص وطبيعة الحفر، بحيث أنه فعلا نحقق موضوع السلامة العامة وما يصير عندنا انهيارات. لأنه في بعض المشاريع التي تكون ملاصقة للمباني القائمة يتم الحفر، وبالتالي تأثر الطرق والشوارع المحيطة، البنية التحتية، المباني القائمة من هذا الطريقة العشوائية في القص. وكان القصد منها أنه بالبداية أنه فعلا طريقة الحفر أن تكون واضحة على مخطط هندسي. لماذا لا تكون على مخطط هندسي ويقوم المقاول بالتسعير عليها، ويقوم المشرف أيضا بالإشراف عليها حسب المخطط، تفاديا لا سمح الله من حدوث أي مشاكل، وبالتالي تكون الأمور المشروع من بدايته بالاتجاه الصحيح. وإحنا نعلم قبل بجوز سنتين أو ثلاثة لما صار إحدى انهيارات في الحفر وتوفى فيه ثلاث عاملين وافدين، وكان سببه أنه فعلا عدم الالتزام بمعايير السلامة العامة والمتطلبات الخاصة بموضوع الحفر وتوفير الإسناد لجوانب الحفرية. جزء آخر من المشاريع التي تم رصدها أيضا تتعلق بالرافعات البرجية أو ما يسمى بالرافعات الونشية للمشاريع. طبعا في بعض منها لا يعمل بالطريقة الصحيحة. زي ما بتعرفوا مجلس البناء الوطني أطلق تعليمات لتعلق بموضوع سلامة الرافعات، أوجدنا طرف ثالث ورخصنا أو تقدم ثلاث شركات للمجلس ضمن شروط معينة للتأكد فعلا أن هذه الرافعات يتم يعني استخدامها وهي آمنة ويصدر لها تقارير سلامة عامة. حاليا عندنا حسب آخر إحصائية بتعاون مع أمانة عمان عندنا حوالي 42 رافعة عاملة في عمان، في مدينة عمان. في جزء منها طبعا يعمل وفق المتطلبات الفنية الخاصة بالسلامة العامة، ومن خلال التفتيش عليها وجد أنها تقوم بالتطبيق وتم فحص هذه الرافعات، لكن في جزء آخر يعمل منذ فترة دون يعني تأكد من سلامته. ونحن يعني بالقريب العاجل نتذكر الرافعة اللي كانت في مشروع بيتنا واللي بالتعاون طبعا مع كافة الشركاء تم إزالتها بعد بجوز حوالي توقف 15 عام، وكانت يعني تشكل خطرا على السلامة العامة. هذا الموضوع كمان يؤثر على المشاريع الإنشائية التي يتم تنفيذها. أيضا أهمية الالتزام بمعايير الخاصة في توفير الكوادر على المشاريع المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية العالية. إحنا حاليا مندقق مع زملائنا وشركائنا أنه فعلا المهندسين يكونوا متواجدين مع المقاول أسوة بالمكتب الهندسي الذي يقوم بالإشراف، لنتأكد أنه فعلا هذه المشاريع تنفذ أصوليا وبإشراف هندسي، وحتى التنفيذ يكون من خلال الإشراف الهندسي الذي يكون أيضا مع الجهاز المقاول الذي يقوم بهذه المشاريع. إحنا حاليا نعلم أنه في حوالي مجموعة كبيرة من مشاريع الإسكانات تقوم في عمان، ويعني هذا الشيء يسر البال أنه في نشاط للنشاط العقاري فيما يتعلق في المباني السكنية والمباني الإسكانية. كذلك يتم حاليا التنسيق مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان أنه يكون فعلا هذه المشاريع تنفذ حسب التفاصيل الفنية وحسب المخططات، وأنه يكون المنفذ مقاول وبإشراف هندسي لنتأكد أنه هذه فعلا المشاريع ما يصدر منها أي ملاحظات. أنا بعجالة بدي أشكركم جميعا، ممكن أني أطلت لكن إحنا جاهزين بعد ما أشار زميلنا المهندس ماهر أنه يكون في نقاش حول هذه المواضيع. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. نشكر عطوفة الدكتور جمال اكتشات على هذا التوضيح بالإجراء. زي ما قلنا مجلس البناء الوطني بصدر الكودات، الكودات عندنا بتروح على الشعب، شعب بتحولها لمجلس هيئة المكاتب، يتم إصدارها بموجب تعليمات من قبل مجلس هيئة المكاتب لكافة المكاتب والشركات الهندسية العاملة في هذا البلد الطيب. هذه جزئية رئيسية. اثنين، احنا يعني اللي لفت انتباهنا بهذا الموضوع الرقابة على الإعمار باللجان المشتركة، حيث أنها استطاعت أن تضبط المستثمر
والعمل الاستشاري والمقاول والمهندس وحتى المالك، فهذه كانت كثير ناجحة جدا جدا وإيجابية عملية اللجان المشتركة بالرقابة والتفتيش، وإنها حديث بعد ما يخلصوا الشركاء. فمجلس البناء شريك استراتيجي لنا بإخراج منتج بمضمون العمل الاستشاري ينعكس إيجابا على الجميع. الآن مع مؤسسة أمانة عمان الكبرى التي نحترم ونجل ونعتز ونفتخر بكوادرها جميعا وبمديرياتها المختلفة، ولنا الآن حديث مع عطوفة المهندس زياد أبو عرابي مدير دائرة الأبنية والتراخيص لمدينة عمان، حيث سيتم إعطائنا موجز مختصر عن إجراءاتهم بالترخيص وعملية استيعابهم لمتلقي الخدمة والتعامل بالشراكة الاستراتيجية ما بين المكاتب الهندسية وأمانة عمان. فليتفضل. بشكر المهندس ماهر معلواني على هاي المقدمة القوية، يعني عادته المهندس ماهر دائما ناري. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي ورئيس هيئة المكاتب المهندس عبد الله غوشة ولكافة أعضاء مجلس النقابة وهيئة المكاتب ولأعضاء اللجنة المنظمة على عقد المؤتمر وعلى حسن الإعداد والتنظيم والتقديم. وكما أرحب بالضيوف الأردن الكرام من الأخوة والأخوات من كافة الدول العربية وجميع الزملاء والحضور الكرام. إن التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية ليس خياراً للاستعراض ودعاية التسويق، وإنما هو ضرورة واستحقاق فرضته المتغيرات العالمية في تطور التكنولوجي الهائل في العقدين الآخرين، حيث أصبح التعامل في المسار الورقي هو من مظاهر التخلف. وما نشهده اليوم من تطبيقات ذكية على الواقع كثيراً ساهم في تحسين مستوى كافة الخدمات للمواطنين. وخلاصة القول أن المسار الإلكتروني هو الأقدر على تحقيق طموحات الدول والشعوب في تقديم الخدمات بعدالة وشفافية وسرعة دون استغلال أو ابتزاز من الأفراد، وما يتبعه من توفير للكلف والوقت المستغرق لإنجاز الطلبات. إن خدمة تراخيص البناء من الخدمات الرئيسية التي تقدمها أمانة عمان والبلديات ومرتبطة بحاجات المجتمع لكافة النشاطات السكنية والتجارية والصناعية، وتعتبر من المؤشرات الأساسية لقطاع الأعمال وتصنيف الدول، بالإضافة إلى أنها مؤشر رئيسي للوضع الاقتصادي للدولة. سأقوم بعرض تجربة أمانة عمان للتحول الإلكتروني في مجال ترخيص رخصة البناء، علما بأن أمانة عمان قد أنجزت 97% من خدماتها وأصبحت بالكامل مؤتمتة. نبدأ بال احنا بدأنا في احنا بنعرض تجربة الأتمتة عشان يكون الكل عارف احنا كيف بلشنا ولوين وصلنا. في عام 2016 مبادرة وطنية بالتحول الإلكتروني بكل الخدمات الحكومية للوصول للحكومة الإلكترونية الكاملة، وبدأنا في عام 2016 بإعادة هندسة الإجراءات وتعديل إجراءاتنا من المسار الورقي إلى المسار الإلكتروني. عام 2018 بداية 2018 أطلقنا خدمة الاستشارة الفنية أو الموافقة المبدئية، وفي عام 2019 بشهر 10 أطلقنا خدمة ترخيص المقترح على الأرض الخالية. وفي فترة جائحة الكورونا وفي وقت التعطل كنا نعمل ليلا نهارا واستغلينا الوقت وأطلقنا كافة خدمات الرخص في شهر 5 عام 2020
باستثناء الإذن الإشغال. إذن الإشغال كان إصداره كوثيقة لكن المسار كان ورقي. في عام شهر 6 عام 2021 أطلقنا خدمة إذن الإشغال بالمسار الإلكتروني الكامل. المسار أصبح كافة خدماتنا إلكترونية بالكامل. طبعاً إحنا لما أطلقنا الخدمة في عام 2019 كان في مشاكل عند بعض الشركاء وحاولنا نعالج الموضوع بإطلاق خدمة ويب سيرفيس وعالجنا الموضوع وتجاوزنا الحمد لله. يعني في بداية إطلاق خدمة ترخيص المقترح في عام 2020 واجهنا بعض المشاكل مع الشركاء لكن الحمد لله تمت وانجزت. وبس وضع توضيح لكيفية إجراءات الترخيص اللي بتتم بالعملية الترخيص الإلكتروني. بداية العملية بتتم بتقديم مخططات في نقابة المهندسين ومن ثم إرسال المخططات. بيتم تقديم طلب عندنا في أمانة عمان وسحب المخططات من نقابة المهندسين وإرسالها للشركاء والأقسام الداخلية في أمانة عمان. بعد الانتهاء من تصديقها من الدفاع المدني المعاملة تحول لقسم الهندسي ودراستها ومن ثم عرضها على اللجان المحلية واللوائية واحتساب الرسوم وبعد دفع الرسوم تصدر الرخصة. هذا المسار الموجود حاليا. طبعا كان في مشاكل وكان في تأخير بعض المعاملات وكان في علينا انتقادات كثير من زملائنا المكاتب الهندسية على تأخير المعاملات بسبب تعرفوا احنا هاي عملية جديدة والعمل الإلكتروني عمل مضبوط ومرتبط بالقوانين. يعني اي تعديل على المخططات او لا فيك هلا ايوه اي تعديل على المخططات لازم يعاد تصديقه من نقابة المهندسين والدفاع المدني. وكان في ضغط كبير على شركائنا وعلينا في الفترة الماضية وحاولنا نعمل عملنا ورشات عمل مع هيئة المكاتب ومع الدفاع المدني بالخصوص وعملنا إجراءات تصحيحية. المخططات اللي بيصير عليها التعديل كنا نوضح التعديل عليها عشان ما تأخذ وقت كثير في الدفاع المدني وهاي طبعا ساهمت في تخفيض الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات. بالإضافة لذلك احنا اتفقنا بوقت جائحة الكورونا لأنه كنا بدنا نحاول نخفف من الاتصال المباشر بين المواطنين وبتعرفوا احنا بشهر لغاية شهر 3/2021 كان في عندنا مشكلة بالموضوع الكورونا. كان نسبة الدوام 50% وكان ممنوع الاتصال المباشر وكانت الكورونا في ذروتها. فإحنا اتخذنا إجراءات تصحيحية مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب بعدم الكشف على الأبنية القائمة والاكتفاء بتعهد من المكاتب الهندسية بمطابقة البناء القائم للمخططات. وهذا وفر علينا وقت ووفر علينا كمان يعني ساهم في أنه ما يأثر على صحة إخواننا المواطنين. نظام الأبنية للعلم صدر في عام 2018 وصار عليه تعديل بال 2019 والتعديلات كانت لمصلحة العملية برمتها وما زلنا والنظام الآن لسه خاضع للدراسة والتعديل. فالمشكلة فقط عشان بس نحدد مشكلة التحول الإلكتروني ليست محصورة فقط بمنظومة الإلكترونية. المنظومة الإلكترونية منظومة مضبوطة وسهل التتبع وواضحة لكن هي مسألة مرتبطة حكينا لكم بأنه الآن ما في معاملة مسارها اللي يكون مسار قانوني. فهذا بأخذ وقت كثير وفي عندنا مشاكل كثير. إحنا الآن مش مشاكل مرتبطة بالمنظومة الإلكترونية مرتبطة بالمحتوى الفني للمعاملات. يعني سبب التأخير أحيانا المعاملات بيكون سببه نقص عندنا نقص بالكوادر او قله خبره او بتكون مكاتب الهندسيه بعضها مع احترامي لزملائنا بكون المخططات الهندسيه غير مكتمله او غير مطابقه او فيها نواقص كثير وهذا بياثر على
الوقت وعلى تقييم العملية. طبعا قانون الأمانة صدر جديد، وأصبحت اللجان المعنية بالترخيص هي لجان فنية من موظفين الأمانة وليس منتخبين، وصار عقد اللجان في المناطق مرتين أسبوعيا وليس مرة، وهذا ساهم أيضا في تخفيض الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات. وأتوقع الأغلبية منكم لاحظوا أنه خلال الشهرين الماضيات كانت نسبة السرعة شوية تحسنت، وصار الرضا نوعا ما تحسن شوية شوي. احنا بنحكي شوي، انتم بتحكوا زي ما بدكم. هاي بس احصائية لعدد الطلبات اللي تقدمت عندنا من بداية التحول الالكتروني، يعني من بداية 2018 عدد الطلبات الاجمالي المقدم 27,647 طلب منذ اطلاق خدمة الاستشارة الفنية او الموافقة المبدئية، ولغاية تاريخه عدد الطلبات المقدمة 27,647. عام 2021 عدد الطلبات المقدمة 21,000 طلب تقريبا. لازم احنا نسلط الضوء على اللي صار بال 2020 و 2019. الكل بيعرف انه 2019 النصف الثاني شهد تراجع، وسبب كان في عندنا مشاكل في البلد مش مرتبطة بقوانين الضريبة، وتعرفوا كان في تخوف وترقب من الناس بالوضع الاقتصادي للبلد، وكان كثير من المشاريع ألغيت. وين عبد الله نزهان؟ ايوه وين عبد الله نزهان يا جماعه؟ لو سمحتوا يا زملاء، لو سمحتوا بالخلف المحاضرة شغالة، لو سمحت اللي بده يحكي ويسلم على بعض يطلع برا. لو سمحت يا زميل، لو سمحت، الصوت مزعج على المحاضر. تفضل يا مهندس زياد. فال 2020 بتعرفوا كان في فترة جائحة الكورونا، واغلبكم اتوقع ما كان في عنده شغل نهائيا. بال 2021 ظلينا جزء لشهر ثلاث، واحنا كان في عنا مشكله بال يعني جائحه كورونا اثرت علينا بالاشهر الثلاث الاولى من 2021. فعليا الشغل بدا بشهر 4 او بعد رمضان. عدد المعاملات ال 20,000 ال 21,000 معامله تقريبا منهم 17,000 بلشن بعد شهر 3. هذا الضغط هائل علينا، و احنا كان في عنا اجراءات، كان في عنا تنقلات وترفيعات ونسبة تقاعدات، كوادرنا الفنية قلت شوي اللي عندها خبرة، وحجم العمل زاد. واتوقع اغلب المكاتب الهندسية كان في عندها يعني فرصة، حتى شركات الاسكان، انه هاي فترة ذهبية انهم يحققوا يعني بالفترة هاي اللي ما اشتغلوا فيه بال 2020 بال 2019. فكان في نوع من الاستعجال كثير، واحنا بصراحة بنضغط على كوادرنا انه ينجزوا معاملات بسرعة، ودائما في تواصل دائم مع كوادرنا الفنية بالإضافة للمكاتب الهندسية. فأنا بدي أوصل له انه تقييم التحول الإلكتروني من خلال نسبة من المعاملات او البعض بالطريقة، يعني انه انا معاملتي كانت بالمسار الورقي تقعد اسبوع، واسا بالمسار الالكتروني قاعدة 6 أشهر، اتوقع هذا في تجني على العملية وفي تجني علينا. احنا لا ندعي امانة عمان او غيرنا انه احنا مثاليين، لا ندعي ذلك. في عنا تقصير، في عنا مشاكل، في عنا لسه ما وصلنا للمرحلة المثالية للتطبيق، ولسه احنا منتصف الطريق، بس اللي وصلنا له جيد جدا. وانا بدي احكي بلغه الارقام، هاي طلبات المقدمه، وهاي احصائيه لعدد رخص البناء اللي صادره بال 2018 بال 2019 بال 2020 بال 2021، في زياده ملحوظه بال
و21 لكل المناطق زي ما انتم شايفين بالجدول. هاي مقارنة بالمساحة، بعدد الرخص والمساحات. عام 2019 عدد الرخص كان 7004، عام 2020 5008، عام 2020 5008 بوقت الجائحة. يعني هذا إنجاز، لأنه إحنا كنا نعمل ولولا التحول الإلكتروني ما أنجزنا ربع هذا الرقم. للعلم والكل بعرف، إحنا عقدنا لجان لوائية ومحلية عن بعد بفترة التوقف اللي أمر الدفاع بالثلاث أشهر. أنا بتذكر لجنة لوائية عقدنا جزء 4 مرات، فوق 600 طلب مشينا. لولا أنه يكون في عنا خدمة إلكترونية ما بنقدر نعمل هذا الحكي، لازم يكون نأخذ الورق والملفات وننتقل. المساحات المرخصة عام 2019 1,890,811، عام 2020 3,581,532، عام 2021 3,907,000 متر مربع. هاي أرقام مبشرة بالخير، وإن دلت تدل على أنه النظام الإلكتروني نظام ناجع وأدى غرضه، وإن شاء الله إلى تطور. بس إيجاز بسيط عن، يعني حكيت أنا وردتها بس بالدعية بس بنقاط، اللي هي إيش الصعوبات اللي بتواجهنا أنه في تطبيق الخدمة حاليا. أول شيء عندنا أحيانا في سرعة نقل البيانات وسعة السيرفرات، أحيانا بصير في بطء في الخدمة وانقطاع على الخدمة، سببه الضغط الكبير الهائل على خطوط نقل البيانات. أسباب بشرية، في عنا نقص بالكوادر، في عنا مهندسات كثير يعني بكونوا بنجبوا، ففي عنا إجازات مرضية، في عنا مشاكل كثير تواجهنا في كوادرنا. للعلم عشان تكونوا بالصورة، احنا عام 2022 راح نعلن بدنا بدء ملء شواغر بحاجة لمهندسين، طبعا عن طريق ديوان الخدمة المدنية، لأنه في عنا نقص هائل بالمهندسين، وفي عنا مهندسين الموجودين حاليا بالمناطق بشكله تقريبا 40% كلهم مهندسين حديثين التخرج، خدمتهم من 3 سنوات لأربع سنوات. فالمهندس مروان المالحي بيطلع عليه وحاط ايده على وجهه، يعني بدك تحملنا شوية انت سيدي، تحملتنا كثير زمان، بدك تحملنا. الله يسلمك. التشريعات، احنا مرتبطين بلجان حسب قانون تنظيم مدن والقرى، اي معاملة اي طلب ترخيص يجب ان تمر من خلال عرضها على اللجنة المحلية اللي هي واردة نصا في قانون تنظيم مدن والقرى. احنا عدلنا قانون الامانة ولكن لسه تحت مظلة قانون تنظيم المدن والقرى. طموحنا، هدفنا أنه نوصل لرخصة الرخصة وإذن الأشغال تصدر من القسم أو المرجع الفني المختص دون لجان. حاليا لجان فنية بس فقط من الموظفين وليست من المنتخبين، وأتوقع أغلبكم بعرف شو محاسنها. واللجنة تنعقد مرتين وممكن تنعقد 3 مرات لاحقا إذا طلب الموضوع. بالتالي موضوع اللجان راح يكون مش حجر عثرة في مسار المعاملات ترخيص. وإن شاء الله في عنا طموح، حكيت لكم أنه إحنا نلغي اللجان، يكون المسار الموجود هو مسار حسب المتبع في كل دول العالم، اللي هو المهندس رئيس القسم هو المعني بإصدار الرخصة وبدراسة الطلب وليس اللجنة. ممكن يكون في لجنة فنية للنظر في الاعتراضات والاستئنافات، وهاي اللجنة من الموظفين ذوي خبرة ولها صلاحية أكثر، وتنعقد بأي وقت مش وقت محدد. في عندنا مشاكل داخلية عارفينها أنتم طبعا، كثرة التكليف، تكرار التكليف. طبعا هذا الحكي بنطبق علينا وبنطبق على المكاتب الهندسية. أنا بدي أحكي بصوت عالي، المكاتب الهندسية بصراحة أغلب 30-40% من مخططات الأراضي الخالية الطوبوغرافي غير مطابق. هاي رسالة لهيئة المكاتب، أغلب المخططات الأراضي الخالية الطوبوغرافي غير مطابق وملعوب فيه،
وببين عند إذن الإشغال بارتفاع الأسوار والأبنية الفرعية والأسقف المعلقة. إحنا مش من الناس اللي بنتصيد وبنوثق، وأنا حريص على إنه مكاتبنا ظلها مستدامة ويظلوا يعني يحافظوا على رزقتهم، لكن هذا عمل مهني لازم الواحد يكون يحترم أول شيء التعهد اللي مقدمه ويحترم القسم اللي بيقسمه في هيئة المكاتب. حتى لو ما في تعهد لازم الأصل المخططات لا تعدل، القائم لا يعدل، لازم يكون مخطط مطابق. بعض المطالبات من المكاتب الهندسية بيطالبونا انه هو ما يتعهد بصحة الأبعاد والحدود، قال لك المساح. انا بعرف انه المكتب الهندسي عنده إلمام بالمساحة، بيقدر يطلع جهاز RTK ويشيك على حدود قطعته وعلى أسواره. أنا مش ملزم كأمانة عمان أدقق وأطلع فروقات بالتكبير والأبعاد. هاي المهندسة دانا موجودة، مرج الحمام يجوز عندها 20 معاملة كلها مخططات فيها خطأ بالتكبير، تبعت لي إياهم. هذا الحكي لا يجوز. إحنا هذا بسبب تأخير، بسبب إرباك، بسبب يعني مشاكل للجهتين، لأن إحنا بدنا مواطننا يأخذ رخصته بأسرع وقت. بس بالأصول ما عندنا إحنا إنه والله مهندسنا أو أقسامنا الهندسية عندها رغبة بالتعقيد توقيف. ما بقول لك في مشاكل، بس إذا بدكوا نكاشف ونوثق أنا جاهز. كل معاملة بكلاقي فيها خطأ بالمخططات بالقائم بالمقترح بس بوثقها وببعثها لهيئة المكاتب القادمة لاتخاذ الإجراءات. بس بتخيل راح يكون 40-50% المكاتب مش راح تشتغل. هذا الحكي أنا يعني ما بدافع عن حالي، أنا في عندي مشاكل، بس أنا بقول لكم في عندكم مشاكل حلوها، في لازم تنحل يعني، لأن هاي صارت كثرة وإحنا بنفكر جديا نعيد النظر بالكشف المسبق ونرجع الكشف المسبق على المخططات. خايف أرجع الكشف المسبق على المخططات تقعد المعاملة 2-3 شهور نبلش. فرجاء هاي رسالة لهيئة المكاتب لأخوان المكاتب إنه يحاولوا يضغطوا على المكاتب الهندسية إنه يقدموا مخططات مطابقة ما تتكلف. إذا تكلفت المخططات مرة مرتين القائم معناته في مشكلة، في مشكلة بدها حل. هاي بدها حل. طبعا خبرات مهندسينا في المناطق ناتجة عن المعاملات والأسئلة، بس ما لسه ما وصلنا نوصلهم للدرجة المطلوبة من الكفاءة، وأنه يكون المهندس اللي عندي بالمنطقة يقدر يجاوب بسرعة ويعرف كل تفاصيل الطلبات. هاي تكسير مني أنا شخصيا ومن المؤسسة، لكن السبب بذلك أنه يا جماعة احنا ستيل ما خلصناش من موضوع الكورونا. اللقاءات المباشرة كانت ممنوعة عنا جزء لشهر 6 أو شهر 7 الماضي لما انفتحت البلد بشكل كامل، ولا قبل كان ممنوع الاجتماعات وممنوع اللقاءات. الآن الفترة الجاية إن شاء الله خلصنا من المايكرون وخلصنا من الدلتا، بدنا نصير نلتقي بشكل مباشر، ولازم نعمل ورشات عمل بيننا وبين هيئة المكاتب بخصوص الأمور الخلافية المختلف عليها، ونعالج كل الاختلافات بالمفاهيم بيننا وبينكم وبين احنا نفسنا، نحاول نحط يعني شيء. طبعا احنا شكلنا لجنه وانا رئيسها قبل حوالي شهر، نعمل دليل ارشادي نوضح فيه كل تفاصيل النظام والحالات الخلافيه، وكل حاله بلها رسم توضيحي زائد تنسيب عليها. هاي بتكون مرجع ريفرنس لكل المكاتب الهندسيه ولكل اللي بيشتغل في هذا المجال. انا طولت طبعا احنا بنحاول هو لازم يكون في ناس معنا من الاي تي عشان يشرحوا. في مطالب ان تكون منظومه الترخيص تحت مظله واحده، هذا مطلب سمعته من كثير من الزملاء، واحنا صراحة
يعني جزء هاي بدها تعديل بالتشريعات والقوانين وبدها صدق في النوايا. يعني ما بدي حدا يشعر انه امانة عمان راح تكون سعيدة انها تاخذ هاي المظلة مثلا. لازم يكون فنيا لازم يكون في ون بورتال، مدخل واحد لكل البيانات. واخواننا في الدفاع المدني لازم شوي يتنازلوا ونسمح ويكون في تبادل البيانات مباشرة مع نقابة المهندسين على أساس نخفض الوقت. وطبعاً أنا بحكي كاقتراح مش ملزم ولا يعني ولا انتقاد، إنه نوصل لمرحلة إنه يكون انتقال المخططات بدل ما تيجي عنا بعدين نبعثها للدفاع المدني تكون كلياتها تحت مظلة، يعني حتى يكونوا الدفاع المدني ونقابة المهندسين فريق واحد. يعني أنا جينا المخطط مختوم جاهز من مدخل مخرج واحد. إن شاء الله هاي يكون لها أثر في توفير الوقت و تحسين مستوى الخدمة. نعم. طبعاً إحنا بنعمل إجراءات تصحيحية داخلية في مؤسستنا الأمانة. منعنا المراجعات، اختصرناها من 9 للـ1 على أساس نعطي وقت كافي لمهندسينا يدرسوا المعاملات. أنا بعترف إنه في عندنا مشكلة تواصل بين المكاتب الهندسية وبين الآن في عندنا معالي الأمين أوعز ب إنشاء مركز لكول سنتر خدمات، وحكيت لشبابنا إحنا مجموع فريق الآي تي إنه نحاول نعمل بيج لدائرة الأبنية يكون التواصل من خلالها ويكون في حتى يعني يكون في اتصال عن طريق البرامج السكايب أو أي برنامج تواصل اجتماعي، وممكن يكون في عرض للمخططات والحكي أساس نخفض ممكن من عدد الرحلات وعدد المراجعات، ويكون في تواصل يعرف كل المكتب الهندسي شو في عنده مشاكل في عنده كذا. انا بعرف انه احنا على يلا سيدي جماعتنا احنا دائما يعني بيقولوا لي هاي اخر شيء سيدي بخلص خلصت بامر بيك انه معامله واقفه خلينا نمر ننزل عند زياد امتى يمر عليك. انا جماعه صرت اكره حد يجي علي على المكتب بصراحه. انا نفسي الاقي طريقه للتواصل مع المكاتب الهندسيه اوفر عليهم وقتهم وجهدهم. اللي حاب يضيفني وحاب يشوفني اهلا وسهلا فيه ما عندي مشكله، بس المعاملات الوقت اللي انت بتستغرق تطلع بسيارتك تنزل وتوقف ممكن احلل لك اياه بدقيقه. انا ترى على التواصل ممكن ترى هلا انا بحكي عن حالي باقي مهندسيني وباقي كذا. اذا عملنا الصفحه وطريقه التواصل وعملنا عمليه اتصال تكون فعاله بين المناطق وبين المركز مع مكاتب الهندسيه ممكن تساهم كثير في انه يعني انا عارف انه في عندنا مشكله اتصال وتواصل بهذا الموضوع. طبعا اخر نهايه الكلام ابو عبد الله بدي اكد على موضوع انه احنا شغالين على برنامج ان شاء الله بمراحله الاخيره برنامج اللي هو تحديد ازمان المعاملات وتتبعها وعمل عقوبات على التاخير. يعني بصير عندي انا برنامج لحاله يحسب تاخير المعاملات لحاله بيعطيني لون للمعامله اللي تاخرت عن مده معينه بنحدد ازمان للمعاملات. هاي راح يكون داشبورد وراح تكون مراقبه مركزيا لكل مناطق. يعني المعامله بتقعد عندي اسبوع اسبوعين طوال بتبين عندي بالمنطقه الفلانيه مباشره بس ليش المعامله تاخرت، سواء معامله بالشرح او حتى مده انجاز المعامله حتى لو فيها تكليف لازم اعرف عن المعامله هاي شو مشكلتها. انا ما عندي كادر قسم خاص للمتابعه، اعطيت من جزء من فريقي انه يتابع بس لسه ما اكتمل الموضوع، بس ان طبعا شغالين وان شاء الله قرب ينجز البرنامج. واخر شيء ختامها بعيد مره ثانيه انه احنا في مجموعه منا زي عن طريق البنك الدولي نصنف الطلبات حسب مستوى الخطوره ونحدد مسارات. يعني بدي احكي مره ثانيه انه في طلبات ترخيص ممكن احطها عندي ببرنامجي انه اعتبرها هاي لو ريسك، هاي المعاملة لا بدها ختم نقابة ولا بدها ختم دفاع مدني. كيف الموافقة المبدئية؟ هاي المعاملة تعهد المكتب الهندسي ضمن اتفاقية مشتركة مع الدفاع المدني مع النقابة انه المعاملات هاي مسارها واحد. كيف الموافقة المبدئية اللي ما بدها تروح لا نقابة ولا تروح دفاع مدني؟ خلاص المكتب الهندسي يتحمل مسؤولياته. هذا الحكي راح يوفر علي تقريبا 40-50% من الوقت، وانا يعني هاي مبادرة ان شاء الله وما فيها سحب صلاحيات ولا فيها انه اجندات
ولا في أي شيء هو الهدف منه أنه نخفف الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وأي يشعر المواطن لما يقدم طلبه بعد أسبوع يأخذ رخصته، هذا هدفنا، هذا هدفنا. وبشكر الجميع على حسن الاستماع، أعتذر وبعتذر على الإطالة. نشكر عطوفة المهندس زياد أبو عرابي على هذا التوضيح وهي المكاشفة والصراحة والشفافية التي تعودنا عليها بشخصية المهندس زياد أبو عرابي، نكن له المحبة والاحترام كشخص وبالصفة الاعتبارية لهذه المؤسسة اللي يعني منفتخر فيها. ولكن أمانة عمان يعني احنا بحكم الشراكة الاستراتيجية بيننا وبينها كجهة مانحة للترخيص، منقول انه هذه دائرة الأبنية الرئيسية إلها 20 أو 21 ذراع. أنا من خلال الفترات السابقة والحديث مع أصحاب المكاتب الهندسية لاحظنا زخم تحويل المعاملات من الأذرع إلى الرئيس. ليه؟ هون نقطة، يعني كل المعاملات سواء كان بدها ما بدها عليها مشكلة ما عليهاش مشكلة بتروح للوائية. هل هاي يعني أريح للكوادر اللي موجودة ضمن المناطق ولا شو السياسة العامة؟ يعني أنت عندك حوالي 60 ل70 ل80 مهندس بالأذرع، غالبية المعاملات قاعدة بتتحول. هلا احنا كان بالاتفاق بالشراكه بنظام التدقيق الالكتروني ان يكون هنالك اعاده نظر لكل الكادر الفني من حيث التاهيل والتدريب للتعامل مع هذا النظام الجديد. المهندس مهندس بس، ولكن التعامل بالنظام الالكتروني ضروره وواجب اعاده تاهيل المهندس لكي يستطيع ان يتعاطى مع هذه القضيه. اثنين، يعني في عنا كمان لاحظنا بعض القضايا انه في هنالك مشاريع خطوره، مشاريع ابنيه كبيره، مشاريع مساحات بمتر وبمترين وبخمسه وكلها بتاخذ نفس المستوى بالتدقيق. هاي كان بدها نظره بعمليه التوزيع، انه انا نظرتي لمترين وثلاثه وخمسه زياده في المشروع تختلف عن التدقيق لمشروع مساحاته 100 و200 الف متر. اثنين، يعني أنا الأوان إلنا جميعا بما تكلم به المهندس زياد والآخرين أن يكون هنالك منصة وطنية جامعة للعمل الاستشاري بين كافة الشركاء. هذه ضرورة. القوانين والتشريعات هذه وضعية، نحن من يستطيع أن يغيرها لتتلائم وتتناسب مع حاجة متلقي الخدمة، يجب ضرورة. يعني احنا هلا بداية كهيئة مكاتب استطعنا أن نستقطب الأمن العام للرقابة بواسطة الكاميرات في المشاريع ضمن رقابة المهندسين. في بداية العام الجديد هذا استطعنا باتفاقية مع الشركاء الرئيسيين مؤسسة الدفاع المدني لأن يكونوا متواجدين ضمن الدائرة الفنية عندنا في رقابة المهندسين للتدقيق على المشاريع. وهيئات أن يكون هنالك بهذه المنصة الوطنية الجامعة أن يكون جزء من أمانة عمان الجهة المانحة للترخيص ضمن كوادرنا في المديرية الفنية لنقابة المهندسين، ليكون هذا الجمع وهذه الشراكة وهذه الاستراتيجيات مخرجاتها كتير إيجابية. هون احنا نرتقي بهذا الفكر الذي نحمل من أجل المسؤولية الوطنية والمجتمعية ليعود نفعا وإيجابا على متلقي الخدمة. يعني أنا لما بتكلف المعاملات كتير، وين الابتكار بأنه يكون المردود المادي على المكتب أو على من يقوم بهذه الخدمة مردود؟ ولكن بكثرة التكاليف راحت صار في خسارات كثيرة. ولكن لنا لقاءات عديدة مع هذه المؤسسة اللي منعتز ومنفتخر من أجل توضيح المفاهيم. الآن مع المهندس أنور بيك جديفات مدير دائرة الوقاية والسلام العام الدفاع المدني، هذه المؤسسة العريقة التي تعنى بحماية المواطن بكافة رجاءاتها على صعيد الوطن، فليتفضل المهندس أنور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني نشكر نقابة المهندسين على هذه هذا المؤتمر الذي يجمع فيه الشركاء لأجل التباحث والتشاور والوصول إلى حلول مناسبة لأي عوائق وإيجاد فرص للتحسين وتعظيم نقاط القوة في عملنا.
ونرحب أيضا بإخواننا الضيوف من الدول العربية والدول الشقيقة والزملاء والزميلات. يجوز العنوان شوي أنا بكرت فيه اللي هو الحوكمة والتحول الرقمي في دراسة المخططات، لأنه أنا واحد من عناوين المؤتمر كانت هي عملية الحوكمة. فاسمحوا لي بداية أن أحكي عن رؤيتنا إحنا كإدارة الوقاية والحماية الذاتية، كوننا إحنا أحد الإدارات الفنية المتخصصة في مديرية الأمن العام ونتبع لمديرية الدفاع المدني. شأننا شأن أي مؤسسة أو دائرة حكومية أو دائرة أو جهة خاصة لها رؤية ولها رسالة تقوم فيها. فإحنا رؤيتنا هي نموذج رائد ومتميز في تقديم الخدمة لمتلقيها وتحقيق بيئة آمنة من خطر الحريق في جميع المنشآت. ورسالتنا هي إيجاد بيئة آمنة من الحريق في جميع المنشآت عن طريق توفير جميع مهمات الوقاية والحماية الذاتية، استنادا إلى مرجعية فنية وإلى مرجعية قانونية، حفاظا على الأرواح والممتلكات في وطننا الحبيب. واجباتنا هي تنطلق من قانون الأمن العام، خمس واجبات لإدارة الوقاية والحماية الذاتية. أحد هذه الواجبات هي دراسة المخططات الهندسية، وهو ما نتحدث عنه الآن في جلستنا هاي وفي المؤتمر الموجودين إحنا فيه، بالإضافة إلى الكشوفات ومتابعة تنفيذ متطلبات الوقاية والحماية الذاتية في المنشآت كاملة. الحوكمة، إذا أجينا للحوكمة تعريفها، نجد أنه هي عبارة عن الترتيبات التي تقوم بها الدائرة الحكومية. أنا أحكي عن القطاع العام ولا أحكي عن القطاع الخاص. ما يقوم هي ترتيبات تقوم بها الدائرة الحكومية من أجل ضمان تحقيق النتائج المطلوبة من قبل الأطراف ذات العلاقة. وعليه فإحنا في مديرية الأمن العام نقوم بهذا الموضوع لكي نصل إلى الحوكمة لتحقيق الأهداف المرجوة من الحوكمة. وإذا يجوز أكثركم درس عن الحوكمة وشاف إيش معنى الحوكمة وإيش الأهداف المرجوة فيها منها، تجد أنه أحد هذه الأهداف هو تحسين فعالية وكفاءة الإجراءات، أيضا بناء ثقافة مشاركة بين جميع الأطراف، سواء الدفاع المدني، نقابة المهندسين، أمانة عمان وغيرها من الشركاء المعنيين. أيضا بناء الولاء المؤسسي، إذا ما كان في هنالك ولاء مؤسسي في المؤسسة اللي أنت موجود فيها، لن تستطيع أن تصل إلى تطوير وتحديث المنظومة الموجودة لديك، لأنه الإنسان راح يخرج عن الخط المرسوم له. الاستجابة لمتطلبات واحتياجات متلقي الخدمة، وهذا هدف رئيسي دائما يكون أنت متلقي الخدمة، إيش هو يطلب منك الخدمة، أنت تحاول أنك تحقق له هاي الخدمة مطلوبة. محاربة ومكافحة الفساد وإيجاد نظم وتعليمات لمنهجية عمل واضحة والاستخدام الأمثل لكافة الموارد الموجودة. هذا كله اللي حكينا عنه من تعريف الحوكمة وأهداف الحوكمة راح يؤدي إلى عدة أمور، منها رضا متلقي الخدمة، وإحنا دائما كلنا نسعى إلى أن يكون رضا متلقي الخدمة هو الهدف الرئيسي والأمثل. تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة أيضا، وهذا موجود. إحنا نحكي إحنا كقطاع عسكري، جهة عسكرية، يوجد لدينا الضبط والربط العسكري، ويوجد لدينا التعليمات، ويوجد لدينا عملية لا سمح الله إذا أي شخص أخطأ أو كذا، مساءلة ومحاسبة. تحقيق تكافؤ الفرص، وهذا أيضا هدف منشود إنه، وهو أنه نحقق أن تكون إحنا كلنا جميع متلقي الخدمة على مسافة واحدة في من حيث تقديم الخدمة. عذروني جزء الصوت شوي لأني كنت في وعكة صحية فطالع جديد يعني. تعزيز وتطوير الأداء المؤسسي أيضا هو هدف لدينا، تعزيز وتطوير الأداء المؤسسي. إحنا في مديرية الأمن العام ومديرية الدرك بتوجيهات ملكية سامية تم دمجها في عام 2019 تحت مظلة مديرية الأمن العام، حيث أطلق عطوفة مدير الأمن العام عطوفة اللواء الركن حسين باشا الحواتمة أنه عام 2020 هو عام تطبيق الهيكلة، وتم الانتهاء من كافة متطلبات الدمج في عام 2020، وأطلق أيضا أنه عام 2021 هو عام التطوير والتحديث. ومن خلال هذا اللي نشدنا فيه عطوفة
اللواء حسين باشا الحواتمة، بدأنا بالفعل في عام 2021 في عملية تطوير وتحديث الآليات العمل والإجراءات لدينا، وواحد من هذه الإجراءات هي كانت اللي هي دراسة المخططات الهندسية. الإطاءة المرجعية القانونية لدينا هذه هي القوانين والأنظمة والتعليمات اللي إحنا نشتغل كإدارة وقاية وحماية ذاتية خلالها. المرجعية الفنية وهي كودات البناء الوطني الأردني، حيث تم العمل مؤخرا بعد إذن عطوفة الدكتور جمال، يعني كودة الوقاية من الحريق بعد فترة طويلة من العمل فيها، إن شاء الله أنه راح تظهر على حيز الوجود خلال يجوز نهاية العام هذا أو بداية العام القادم، انتهت وتم توقيعها وتم إجراء التعديلات عليها وتحديثها وتطويرها. كودات أخرى أيضا تم العمل والتطوير والتحديث عليها. التحول الرقمي زي ما حكينا عام 2021 هو عام التطوير والتحديث، فإحنا بلشنا مع شركائنا أمانة عمان الكبرى ونقابة المهندسين في الأول من أذار عام 2021 اللي هو اليوم العالمي للدفاع المدني، أطلقنا هذه الخدمة. يعني هذه الخدمة هي حديثة الولادة، لا زال يعني عمرها 9 شهور تقريبا، لازلنا زي ما حكى أخونا المهندس زياد لازلنا نجد هنالك بعض المشاكل والمعيقات في دراسة المخططات، والعمل الجاري من خلال لقاءات وتشاور وندوات بيننا وبين جميع الأطراف في المكاتب الهندسية وشركائنا الآخرين في عملية إيجاد أي حلول ممكن أنه إحنا نعترضها، ونعترف أيضا كما اعترف أخواننا في أمانة عمان، ولكن لا نجلد الذات، نعترف أنه هنالك في بعض المشاكل، وهذه المشاكل إن شاء الله تكون فردية، ونحاول قدر الإمكان زي ما حكينا في عملية تعريف الحوكمة أنه إحنا نطور من نفسنا، نجد نضع قضية المساءلة والمحاكمات وتحسين الفرص في أمام نصب أعيننا لتحسين عملنا. أمامكم اللي هو مخطط سير المعاملات الإلكترونية، تأتي من نقابة المهندسين إلى أمانة عمان الكبرى، يتم تحويلها عبر طلب إلكتروني إلى الدفاع المدني. الدفاع المدني يتم حدثنا وعملنا على نظام داخل إدارة الوقاية والحماية الذاتية، بحيث أنه نظامنا تذهب إلى خدمة الجمهور، يتم التأكد إذا في إلها ملف أو ما إلها ملف، ومن ثم تبدأ باللوب بالأقسام الهندسية المعنية سواء كان سكني أو تجاري أو إداري تعمل، ومن ثم يتم عملية اللي هي إعداد أمر القبض إلكترونياً، ويتم إرسال رسالة إلى المكتب الهندسي للتأكد من اللي هي خلينا نقول لدفع الرسوم إلكترونيا للدفاع المدني. ومجرد أنت ما دفعت الرسوم مباشرة تتحول لأمانة عمان الكبرى، يعني ما تحتاج أنه ترجع لي أتأكد أنك دفعت رسوم أو لا. تم استحداث رقم في إدارة الوقاية والحماية الذاتية، وهذا الرقم هو موجود لدينا، يتم من خلاله الاستعلام عن أي مسارات المعاملات، دراسة المخططات الهندسية، واستقبال الشكاوي والاقتراحات إذا كانت موجودة. أيضا لدينا على الموقع الإلكتروني الآن يجوز إذا تدخلوا عليه راح تلاقوه معطل، هو تحت عملية تحديث، في عملية تحديث الآن لهذا الموقع، إن شاء الله أنه على بداية العام الجديد يكون شغال. كان خادمنا كثير لأنه يحتاج إلى تحميل، لأنه كل فترة قاعدين نحمل على هذا النظام، وبالتالي الآن صار لود كبير عليه. تم عمل دراسات في إدارة الوقاية والحماية الذاتية، عملنا دراستين موجودات لدينا، وهاتين الدراستين الهدف منهم هو تطوير العمل ومنهجية العمل لدى إدارة الوقاية والحماية الذاتية. أول دراسة عملت بعد تقريبا 2 أو 3 شهور من إطلاق خدمة دراسة المخططات إلكترونيا، وهي كانت بعنوان أثر جودة خدمة دراسة المخططات الهندسية إلكترونيا على رضا المراجعين. والحمد لله يجوز لقينا يعني الواحد يعني يحكي اللي له اللي عليه، وجدنا انه نسبة الرضا كويسة على الخدمة المقدمة لدينا، وكان هنالك نتائج خلصت فيها الدراسة. Mm-hmm.
عفوا اخواني، خلصت الدراسه الا انه احنا بالفعل لازم نركز على عنصر الزمن، لانه الزمن يعني ضروري جدا لمتلقي الخدمه، ومش للمكتب الهندسي، لصاحب العلاقه اللي هو اللي صاحب المبنى او صاحب المنشاه. ان نعمل دراسه مقارنه بيننا وبين الجهات الاخرى اللي لديها نفس الخدمه الموجوده، ايضا تطوير وتاهيل العنصر البشري لدينا. وبالفعل يعني احنا نحاول قدر الامكان انه نعقد دورات، ونعمل دورات للمهندسين لدينا في عمليه دراسه المخططات الالكترونيه، في عمليه ايش المتطلبات الكودات، كيف يدرس المخطط وما الى ذلك. ايضا الوقوف على مقترحات متلقي الخدمه، وهي ضروريه جدا. المحافظه على الاستمرار بتطوير الخدمه المقدمه، كمان نفس نظل مستمرين. الدراسه الثانيه عملناها قبل حوالي شهرين، كانت أثر أتمتة إجراءات دراسة المخططات الهندسية على متلقي الخدمة في إدارة الوقاية والحماية الذاتية. الهدف من هذه الدراسة أنه نشوف مدى انعكاس جودة الأتمتة على الإجراءات العملية المقدمة للمواطنين من جودة الخدمة في الوقاية بكافة أشكالها، ويهدف إلى تعريف بمفهوم الأتمتة والحكومة الإلكترونية. حقيقة هذه الدراسة يجوز أعطتنا نقاط قوة كثيرة، يعني كشفت لنا نقاط قوة اختلف نوع الخط بين الفيرجن. الأول نقطة قوة إنه الحفاظ على سرية المعلومات، وهي شغلة مطلوبة من المهندسين. يعني سابقاً أجوز كنت أختم مخطط يتصور يروح يجي يعني له حركة، لكن الآن استطعنا أن نحافظ على سرية وأمن المعلومات. سابقا ما كنا نحتفظ في نسخة من المخططات لدينا، وكان يتغلب يجوز المكاتب الهندسية أو صاحب العلاقة أنه يجيب لي مخطط هندسي مختوم أو معتمد من قبل الدفاع المدني، وهذا سهل علينا. الآن إحنا كل المخططات التي تدرس يحتفظ فيها في سيرفرات خاصة في إدارة في مديرية الدفاع المدني، والرجوع إليها عند الحاجة. أيضا توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة من خلال عدم الحاجة لمراجعة صاحب العلاقة لمديرية الدفاع المدني، وهذا يعني يجوز إحنا نواجه الآن مشكلة فيه، أنه إحنا كثير من إخواننا المهندسين وأصحاب العلاقة بيراجعونا على مخططات، وهو يعني أحيانا إحنا لأنه نطلب بدنا المخطط المختوم بختم الدفاع المدني أو إثبات أقدمية بناء وما إلى ذلك، فبالتالي هو يراجعنا. إحنا نتأمل إن شاء الله بالمراحل القادمة مع إخواننا في أمانة عمان وفي المكاتب الهندسية أنه يتم تحميل كافة الوثائق المطلوبة من المخطط في المعاملة، يعني إذا كان صاحب العلاقة هو أعرف كمان مني أنه هو ما حاصل على إذن إشغال من الدفاع المدني، لديه مخطط مختوم للدفاع المدني، عنده وثائق إثبات أقدمية بناء وما إلى ذلك، ترفق ضمن المخططات أو ضمن الفولدر تاع المخطط الهندسي. أيضا دفع الرسوم أصبح إلكتروني، والحمد لله يعني هذا وفر علينا شيء كثير من خلال اللي هي إيفواتيركو. وأخيرا توثيق البيانات، وهذا أيضا كمان شيء مهم، يعني كلنا نعترف أيضا أنه أحيانا كان المهندس يدرس المخطط ينشن عليه وقعه يكتب كذا تاريخ ويروح، مين درس المخطط ما بعرف مين درسه. الآن يعني أصبح في توثيق لوقت وصول المخطط، وقت دراسة المخطط، وقت عودته إلى أمانة عمان، مين الضابط اللي درسه، هل أخذ موافقة ولا ما أخذ موافقة. هذا أيضا خفف علينا كثير في عملية الدراسة. بدي أدخل مباشرة على الإحصائيات والأرقام، والأرقام هي قد تكون الأرقام يعني تعبر عما هو موجود في على أرض الواقع المخططات. إذا نطلع على اللوحة في عندنا إحنا عدد المخططات الهندسية المدروسة ورقيا، وعدد المخططات المدروسة إلكترونيا، والمجموع احنا بدأنا يعني كل 5 سنوات نعمل تحديث للأرقام هاي، وانا احكي 2021 لغاية 25/11 يعني قبل حوالي اسبوعين. المخططات اللي تم دراستها اذا نطلع على اللوحة اللي بعدها نشاهد من اليمين الى اليسار المخططات الالكترونية 2017-2018-2019-0 بدأت ترتفع بشكل ملحوظ. يعني في عام 2021 4,087 مخطط ورقي، مقارنة مع 24,029 مخطط إلكتروني. وهذا الرقم ليس التراكمي، إذا أعطيكم الرقم التراكمي هو 56,000 تقريبا مخطط، أنا أحكي في التكرار، يعني أنا هذا صافي
مخططات كامل اللي كان يجيني برقم مخطط فقط لحاله. يعني هسه المخطط احيانا يجيني 17 و15 ومرتين وثلاث مرات وفي احيانا 20 مره، هذا ما انحسب، هو تراكمي 56,000، لكنها ارقام حقيقيه للمخططات. ال 2020 اذا نلاحظ كانت 7,000، 13,000 الكتروني و 324 مخطط، وهذا مؤشر لنا. من ناحية عدد المراجعين فعليا انخفض عدد المراجعين، يعني بال 2019 كان عندي تقريبا ما يقارب ال 24,000 مراجع يقوم بمراجعة إدارة الوقاية والحماية الذاتية في السنة كاملة، بمعدل كل 5 دقائق مراجع. بال 2020 انخفض ل 21,000 تقريبا مراجع. العام 2021 اللي احنا فيه الحمد لله يعني وصل ل 16,000 وتقريبا 900 مراجع، واحنا ان شاء الله في العام القادم راح يكون كمان في انخفاض مع اللي تحديث واللقاء مع اخواننا وشركائنا في عمليه انه المراجع ما بيراجعنا من خلال ما موجود في على النظام، تحميل على النظام. بدي احكي عن خطتنا التنفيذيه لعام 2021 ل 2023، وهي مؤشر قد يعطي الى وين احنا رايحين وشو اهدافنا احنا كاداره وقايه في تطوير عملنا الهندسي، وكما هو عنوان المؤتمر استدامه العمل الهندسي. حتى نستدام العمل الهندسي لابد من وضع، احنا هدفنا الاستراتيجي هو تعزيز نظم الوقايه والحمايه الذاتيه من خلال التاكد على توفيرها على المخططات، التاكد من تنفيذها على أرض الواقع، أن تكون حسب الأصول وحسب المواصفات، ومتابعة صيانتها وإدامتها والعمل عليها. جاء ذلك بخلال أهداف تشغيلية 4 اللي هي رفع نسبة المنشآت الملتزمة بإدامة عمل أنظمة الوقاية والحماية الذاتية وصيانتها. وحقيقة يعني يجوز من تقريبا من إذا حسبناها من عام من بداية السنة لغاية الآن، نسبة الالتزام في تنفيذ متطلبات الوقاية ارتفع كثير. المؤشر عندنا احنا يعني اللي هي عدد المنشآت الملتزمة 1، 2 احنا الكل يعرف انه احيانا صاحب العلاقة ما بيقدر ينفذ كافة متطلبات الوقاية والحماية الذاتية لسبب انه يترك متطلبات الوقاية والحماية الذاتية الى اخر التنفيذ، عند التنفيذ في اخر مرحلة يقول لك يا عم الدفاع المدني مقدور عليهم، نقدر يعني نتفاوض احنا وياهم يأجلونا يعفونا كذا. فنلاحظ انه فيش التزام بالمخططات المختوم، وهذا يقع الموضوع على عاتق خلينا نقول الشركات اللي تقوم بتنفيذ هذه المتطلبات، ويقع على عاتق المهندس الاستشاري، ويقع على عاتق المهندس المنفذ. يجب انه نلتزم زي ما بنلتزم في امورنا الثانيه، يجب ان نحترم المتطلبات الموجودة على مخططاتنا وننفذها كما هي على أرض الواقع، ما نلجأ إلى التحايل وتغيير في المخططات في عند التنفيذ حتى نحصل على إعفاءات ونحصل على تأجيل. فأنا هذا الموضوع اللي هو رفع نسبة المنشآت الملتزمة ألزمنا كثير من الشركات والمؤسسات والمباني على تنفيذ التوصيات، ومؤشرنا كان اللي هي عدد الكفالات، انخفض عدد الكفالات لدينا كثيرا، وتم الإفراج عن كفالات يجوز تتجاوز قيمتها 1,000,000 دينار لدينا، وهذا مؤشر على أنه تم تنفيذ التوصيات. الهدف التشغيلي الثاني وهو متابعة تنفيذ متطلبات الوقاية في مرحلة التصميم والإنشاء بعد الإشغال وحسب كودات البناء الوطني، هذا أيضا هو هدف تشغيلي أن نشوف نتابع تنفيذ هذه المتطلبات. والهدف التشغيلي الرابع وهو رفع مستوى الوقاية والحماية الذاتية، وبدأنا في هذا الموضوع مع إخواننا في وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم من خلال برامج عديدة معهم، ومن هذه البرامج اللي اشتغلناها في وزارة التربية والتعليم أن بدأنا معهم ورشات عمل تدريبية توعوية لطلابنا أبناء المدارس، نعرفهم إيش متطلبات الوقاية والحماية الذاتية، ما هو المطلوب، كيف لما يدخل على منشأة يعني أقل ما فيها يعرف أنه في طفاية، في خرطوم، في باب مخرج هروب وما إلى ذلك. فإحنا عملنا عملية اللي هي توعية لطلابنا. أيضا نسقنا لعقد دورات تدريبية للطلبة الجامعيين في مجال الوقاية والحماية الذاتية، نسقنا لتضمين
اللي هي مادة علمية خاصة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية في أحد المساقات العلمية في كليات الهندسة. هنالك تعاون ما بيننا وبين الجامعات في موضوع مشاريع التخرج، وتعاون للاستفادة أيضا في مجال المعارض الموجودة في لديهم. نطمح ونسعى إلى أنه نوصل لمستوى متقدم من الوعي في متطلبات الوقاية والحماية الذاتية. الهدف التشغيلي الرابع وهو التحول الإلكتروني. شغالين إحنا الآن على التحول الإلكتروني زي ما حكينا في دراسة المخططات الهندسية، في أذنات الإشغال، في كافة الإجراءات الموجودة لدينا في إدارة الوقاية والحماية الذاتية، ونسعى إلى التطوير والتحديث إن شاء الله. سبقني أخويا ماهر في موضوع اللي هو إحنا تعاوننا مع المكاتب الهندسية ونقابة المهندسين، إن شاء الله راح تظهر على حيز الوجود إن شاء الله مع بداية عام 2022. إحنا نطلق عام 2022 هو عام التميز، وإن شاء الله أن نكون من المتميزين في عملنا وفي شغلنا إن شاء الله. في زي ما حكى الأخوان إنه راح يكون هنالك تصنيف، وإحنا مع هذا التصنيف إنه يكون في فاست تراك للمعاملات السريعة، هو يخفف علينا ويخفف على أصحاب العلاقة. إحنا مع إنه إن شاء الله مع نهاية هذا العام راح يتم توقيع اتفاقية مع نقابة المهندسين بإرسال مدققين في النقابة لدراسة المخططات الهندسية التي تقل مساحتها عن 600 متر مربع اللي هي السكنية فقط الآن بلشنا، ومعنا الوقت إن شاء الله نطور ونغير ونضيف على هذا المضمون. هنالك العمل الجاري على عملية الإخوان اللي طالبوا في عملية الربط الإلكتروني مع نقابة المهندسين. إحنا تواجهنا إشكالية إنه إحنا دائرة حكومية، والربط عن طريق اللي هي وزارة الاتصال الرقمي، وهذا يعني أحيانا يسبب لنا مشكلة، وهنالك سياسات أمنية يعني أمور أخرى كثيرة تدخل في هذا الموضوع. لكن إحنا إن شاء الله في طور إن شاء الله راح نوصل إلى الربط بيننا وبين نقابة المهندسين بعد الحصول على كافة الموافقات والإجراءات اللازمة لهذا الموضوع. نسعى أيضا إلى الوصول إلى أتمتة كافة إجراءاتنا من خلال، راح إن شاء الله طبعا في عام 2022 راح يكون في شاشة خاصة في إدارة الوقاية والحماية الذاتية موجودة على موقع الدفاع المدني أو على الإنترنت، تستطيع أن تدخل على هذا الموقع وتحصل على تقرير الكشف، تحصل على نتائج الدراسة، تحصل على أي معلومة أنت ترغب فيها. وهذا حلم بالنسبة لنا وبالنسبة لي أنا كشخص يعني في إدارة الوقاية والحماية الذاتية، كمدير إدارة الوقاية والحماية الذاتية أسعى إلى هذا الموضوع. إذا قدرنا نحصله إن شاء الله راح نشتغل عليه، وفي بداية عام 2022 راح نشوف إشي إن شاء الله كويس. ما بدي أطيل عليكم لأنه أعرف أنه الوقت يعني زملائي وأخونا ماهر يعني أخذ نصف الحديث كالعادة يعني شايف. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا الأردن وطنا وملكا وشعبا، وننعم ننتهي من هذا الوباء قريبا إن شاء الله. والله يعطيكم العافية وجهودكم مباركة. الشكر موصول لأنور بيك إزديفات على هذا التوضيح، وعلى أساس بعديها شوي نفتح مجال للحوار بس مع زميلنا عوني خميس عن مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، هيك يعني شوية فلاشات سريعة. تفضل. شكرا. مساء الخير، الله يعطيكم العافية. صحيح أنا يعني بنوب عن زميلي المهندس جمال العرموط اللي هو كان لازم يكون يقدم هاي الورقة اليوم، بس في يعني وعكة صحية منعته أنه يجي اليوم، وبالتالي أنا يعني ما حضرت كثير، لكن بدنا نحكي هيك بشوية فلاشات. حكى أخونا زياد عطوف الجمال بيك حكى، والمهندس أنور حكوا في موضوع التدقيق الإلكتروني. إحنا اليوم في نقابة المهندسين أيضا في منظومة التدقيق الإلكتروني، ما بنقدر نقول أنه إحنا وصلنا لمرحلة الخمس نجوم، لا، إحنا اليوم بوضع جيد جدا، لكن اللي عم بصير عنا هو ضمن المنظومة يعني فيما يتعلق في إعادة تصديق المعاملات، إعادة تصديق المعاملات الناتجة طبعا عن تكليف سواء كان من الدفاع المدني أو اللي ناتج عن تكليف من مهندسين الأمانة. إحنا اليوم كهيئة مكاتب هندسية ونقابة مهندسين بنبحث
عن ديمومة المكاتب الهندسية واستدامتها وبقاها. اليوم المكاتب الهندسية عم بتدق ناقوس خطر فيما يتعلق بالتدقيق الإلكتروني. ما بنحمل لا الأمانة ولا الدفاع المدني مسؤوليات، بالعكس يعني بنشكر زياد بيك، بنشكر أنور بيك، دائما متعاونين موجودين معانا على الجروبات، بتبعوا كل شيء، كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق في التدقيق الإلكتروني في المكاتب الهندسية. وكذلك بنشكر كمان رؤساء الأقسام في المناطق، يعني وبحكم وجود المهندسة دانا البخيت من منطقة مرج الحمام كل يوم بتقدم القهوة والشوكولاتة لأصحاب المكاتب اللي براجعوها، ف يعني مؤشرات جيدة بنشكرهم صحيح. لكن المكاتب الهندسية فعلا تعاني من موضوع التدقيق الإلكتروني، تعاني من التأخير. بعتقد أنه اليوم ضروري إقامة ورشة عمل على مدى يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ما بين الشركاء، تقييم المرحلة السابقة من التدقيق الإلكتروني سواء كان على مستوى نقابة المهندسين أو أمانة عمان أو الدفاع المدني، ثم ومشاركة أقسام الآي تي في مع اللي موجودين في النقابة أو في الأمانة، ووضع يعني الإصبع على الجرح بمعنى أو بآخر، أين تكمن المشكلة؟ هل هي في النظام أم في التعامل مع النظام؟ يعني الكل بتحمل مسؤولية، الشركاء بتحمل المسؤولية، أصحاب المكاتب، الأمانة، الدفاع المدني، الجميع بتحمل المسؤولية في موضوع التأخير. لازم نعمل بعض، لأنه بالنهاية العمل الهندسي الاستشاري وديمومته هو رافد من روافد الدخل القومي الأردني، وهو دعم للدولة. وبكتفي يعني مش راح أطول، لأنه كمان أخونا ماهر يعني أعطى فلاشات في هذا الموضوع. شكرا لكم. هلا بنفتح الحوار، الحوار اللي بده هيك عنده أسئلة لأي شريك استراتيجي معنا من الشركاء في مجالات الجهات المانحة للترخيص ولا الوقاية والسلامة ولا عطوفة الدكتور بصفة الاعتبارية أمين سر مجلس البناء الوطني. فاللي عنده إشي عادي يحكي. يلا هاي المهندس ينال زمنون معنا هيك على شديد. مسيكم الخير جميعا. نشكر زملائنا على الحضور، ومنرحب طبعا بأخونا عطوفة المهندس زياد أبو عرابي عطوفة السؤال. منرحب بالحضور جميعا. أنا عندي اقتراح وليس سؤال، هو لتسهيل عملية التدقيق يمكن الإلكتروني في موضوع التكليف. أرجو أنه يتم الإعاز أن التكليف سواء من إخواننا وزملائنا في الدفاع المدني أو زملائنا في أمانة عمان، أن يتم التكليف لمرة واحدة، أن يستفيض بالدراسة زميل المهندس ويكلف مرة واحدة. هذا الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني طبعا وهو الأهم لعملية نقل المعلومة. أنا بيجيني تكليف اليوم من الدفاع المدني، بدي أعدل التكليف تبعي، لازم يرجع لنقابة المهندسين، لازم يرجع للأمانة، لازم يرجع للدفاع المدني. حبذا لو يتم وضع نافذة مرفقات أخرى زي ما وضعتنا إياها أمانة عمان على بند تدقيق الدفاع المدني، ويتم فيها التدقيق دايركت مباشرة بدون ما أرجع أنا أعمل اللفة هذه. لو سمحت يا أبو عبد الله معلش، يعني بنحكي بشغلة مهمة. فهاي بتهمنا كليتنا كأصحاب مكاتب، بتخفف علينا، بتخفف على نقابة المهندسين، بتخفف على زملائنا في الدفاع المدني، بتخفف على زملائنا في أمانة عمان الكبرى. شكرا لكم. يسلموا. مين كمان؟ هاي أسامة عمارين. يلا دكتور تفضل. يعطيك العافية، محاضرة قيمة جدا، وشكرا لكافة المحاضرين فردا فردا. أنا سمعته قبل مدة، قبل حوالي شهر، من زميل النقيب أنه راح يصير، وأكد عليه عطوفة المهندس من الدفاع المدني أنه راح يصير في مقر للتدقيق لبعض المعاملات في نقابة المهندسين. أرجو أنه هذا ينجر على أمانة عمان الكبرى، يكون في كمان مركز للتدقيق المبدئي عندنا في نقابة المهندسين في هيئة المكاتب، حتى يصير زي ذكروا مؤسسة تشجيع الاستثمار لما عملوا من كل دائرة حكومية عملوا مندوب، وصارت المشاريع كلها تخلص بنفس اليوم.
يعني اذا بنقدر نعمل هذا مبدئيا عندنا في هذه المكاتب انه يكون في عندنا وان ستوب شوب، صدقوني انه هذا احسن مجال لتدقيق المعاملات التسريحه. يعطيك العافيه. هذا بأكد على مقترحنا بالمنصه الوطنيه لمخرجات العمل الاستشاري. تفضل يا باشمهندس. يعطيكم العافيه. اول شيء بشكركم على حسن استقبالنا. ومهندس زياد، بالنسبه لترخيص الزيادات، ما دام اني انا في الاخير بدي اسوي تعهد كمكتب هندسي، وفي الاخر حيطلع في اذن الاشغال يطلع تطلع الامانه تكشف عليه، ليش احنا ما نجيش نعتمد؟ يا اما ما بقدمش تعهد وفي الاخير في اذن اشغال مره واحده، يا اما بس اقدم التعهد بكون انا ملتزم في اذن الاشغال. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه للمهندس انور، يعطيك العافيه. بالنسبة لنا الرقم دفع الإلكتروني يا ريت نستعجل فيه. يعني شو المشكلة بإني أنا لما أخلص دراسة معاملتي إني أنا أقعد 24 ساعة أستنى في رقم الدفع الإلكتروني؟ الله يعطيكم العافية. يسلموا مهندس. نسمع وليد العبد الله تلا. يلا بس باختصار، أسئلة باختصار عشان الشركاء يستطيعوا أن يجاوبونا بالمجمل. الله يعطيكم العافية جميعا. والله أنا بدي أخش في الموضوع طول سؤالين على مباشرة. يعني سؤالي لأمانة عمان عند عطوفة زياد بيك، التكليف المتكرر والروتين. أسا أنا لما بدي أقدم فيش عندك في البرنامج إشي اسمه ترخيص زيادات وإذن أشغال، كنا قبل نقدمهم مرة واحدة. الآن بيطلع لي ترخيص زيادات إن شاء الله 7 متر، برد برجع بقول لي قدم طلب إذن أشغال. طلب إذن الأشغال بروح في مساراته كلها. يعني المؤسسة الواحدة التشاركية اللي بتحكي فيها ما مش غير موجودة في أمانة عمان. يعني بتيجي المهندسة بتقول لي بدي استقامة رصيف عشان اروح ادفع ايش رسوم استقامة رصيف. يا عمي كوموا كل الامور من عند رئيسة القسم الهندسي يتحولها للرصيف للتنظيم اللي في المنطقة ويعطيني استقامة رصيف وحطوا التوتال كله كامل بندفعه مرة واحدة. اختصار الوقت. هاي نقطة مهمة بالنسبة لأمانة عمان. النقطة للاخوان في الدفاع المدني، انا اذا عندي معاملة مرخصة بال83 وماخذ عليها ترخيص من أمانة عمان وإذن أشغال، الآن غير مذكور فيها كلمة سدد مثلا، هاي إحدى المشاكل للمعماري. لما بجيب لهم المخطط المختوم موجود ترخيص زيادات سدد بيقول لي غير معترف فيه. إحنا التعليمات اللي عنا، التعليمات يعني بحث آخر ولا مش فاهم؟ يعني إذا التعليمات يعني دستور آخر مش فاهم. ما التعليمات المعدلة؟ أنا لما أجيب إذن أشغال حديث فيه كمان إذن أشغال، روح القانون بتعاملوا فيه المعماري وين؟ ليش بدها تدفعني على القديم والجديد؟ بناية مبنية عندي قديما فيها تسوية، تطلع لي المعماري بتقول لي بدي مخارج للتسوية. طيب أنا فيها مستأجرين، من هم تقترح لك مخارج للتسوية؟ يعني هاي عدة مشاكل بتواجه، من بعض المشاكل بتواجه المهندسين، ولكن هاي أهمها. شكرا. نتمنى على الزملاء أن تكون الأسئلة والمقترحات ليست فردية بل هي عامة عشان الشركاء يستطيعوا أنهم يأخذوا فيها ونتواصل مع بعض. نسمع هلأ صوت الزميلة المهندسة باستفسارها. يعطيكم العافية جميعا. أنا المهندسة سورة صمادي، مدققة ميكانيك بالقسم الفني بنقابة المهندسين. أنا كنت بتمنى يكون في حدا من القسم الفني أو من الدائرة الهندسية مع الزملاء عشان يعرض نفس الإشي، العمل اللي قمنا فيه احنا كنقابة مهندسين ودورنا ايضا بالتحول الرقمي، حيث احنا كنا اول جهة ترخيصية، يعني بدنا نحكي بالتعاون وتحت مشاركة الجميع. هلا بس خلينا هسا نحكي بشكل عام. هسا بخصوص الدفاع المدني، انا بكون كتير مبسوطة لانه هاي كانت فكرة وليدة لجنة المشتركة بين الدفاع المدني ونقابة المهندسين بوجود هيئة المكاتب، والحمد لله أنها تطورت الفكرة وصارت حاليا على أرض الواقع. فعشان هيك بدي أرجع أكد على موضوع كتير مهم، وجود لجان فعلية وتعامل مباشر ما بين الجهات الترخيصية، الدائرة الهندسية والقسم الفني بنقابة المهندسين مع الدفاع المدني مع أمانة عمان، رح يؤدي إلى استدامة العمل الاستشاري طبعا بوجود هيئة المكاتب. هذا إشي كتير مهم لأنهم هم اللي بيشغلوا كل القطاع الاستشاري. ويعطيكم العافية جميعا. نشكر الزميلة المهندسة المدققة على هذا التوضيح القيم. بنسمع مروان المالحي المهندس العزيز علينا كلنا.
حياك الله ابو عبد الله. انا فعلا يعني ببالغ السرور استمعت للمحاضرات لانها كانت محاضرات حقيقيه وكاشفه لكثير من الامور. اتمنى الحقيقه هذه المحاضرات ان تترجم عمليا. الحقيقه الملاحظات الخاصه او يعني ما بيننا وبينكم لا تحل بهذه الجلسه، تحل بورشات عمل. لكن اؤكد على الدليل الارشادي اللي اتكلم فيه، وانا يعني خاطبت معالي امين العمان وانا عضو مجلس اماني سابق، يعني عدا عني صاحب مكتب هندسي، ابو غالب من المتعاونين جدا في هذا الموضوع، اخواننا بالدفاع المدني، انا يعني الحقيقه يعني هم لهم نظام خاص، لكن اتمنى انه ينزلوا لنا شوي ما يعني مدنيا ينزلوا لنا شوي، يعني لما يكونوا معنا في النقابه الحقيقه احنا فينا عام بدقق في النقابه، فكل قضايا الامن العام في النقابه محلوله جدا، طب ليش ما تنحل الدفاع المدني في قضايا الامن العام؟ اتمنى ان تترجم يعني وخاصه المكاشفات والصراحه اللي تكلم فيها ابو غالب، ارجو ان تترجم فعليا القضاء. لا يعني يصير تدقيق في الأمانة، في النقابة، تدقيق الدفاع المدني في النقابة، الأمن العام بيدقق في النقابة قضية الكاميرات وقضية الأمور هاي، في عنا مندوب من الأمن العام، فأنتوا جهة رسمية وهم جهة رسمية، فأنتوا نفس الشيء إن شاء الله تعالى. وشكرا جزيلا لكم على هذه المحاضرات القيمة واللقاء الممتع، شكرا. احنا نتائج هذه الجلسات القيمة سيكون لنا جلسات متواصلة مع الشركاء عشان نعكس كل التوصيات اللي صارت فيما بيننا عشان نصل. نسمع آخر زميل وبعدين مهندس جودة وبعدين عشان الزملاء يستطيعوا انهم يجاوبوكم. إحسان الحموري، يعطيك العافية. بديش أكرر الحقيقة الترحيب اللي تفضلوا فيه الأخوان، بالفعل شرفتونا وأسعدتونا كتير بالمحاضرة بوجودكم وعطيتنا معلومة. بس أنا الحقيقة عندي سؤال، يعني هو اقتراح أكتر منه سؤال. ياريت إحنا إذا ما في مجال حالياً إنه مثلاً يكون في عنا حدا من الدفاع المدني أو حدا من الأمانة موجود في النقابة، يكون عنا مجال إنه في نفس الوقت اللي أنا بقدم المعاملة فيه للنقابة أقدمها للدفاع المدني وأقدمها للأمانة، وأستفيد أخذ فيدباك مرة واحدة منهم، أصلح كل المطلوب مني أو أي ملاحظات وأقدمها، باختصر كتير كتير من دائرة العمل فيها. متحدث آخر باستفسارات، المهندس جودة غمور. شكرا. أنا عندي ملاحظة، المهندس زياد أبو عرابي لما قدمت ورقتك اللي هي ورقة قيمة خلال تقديمك للمحاضرة، ذكرت إنه في نقص كوادر بالأمانة بالنسبة لموضوع التحول الرقمي. هلأ الواحد بتوقع إنه يكون بالعكس، إنه في زيادة كوادر. هل بتقصد بكلامك إنه بده يصير تبديل بالكوادر من نوعية لنوعية أخرى، ولا فعلا في نقص؟ التحول الرقمي المفروض يختصر الكوادر مش يزيدها. نسمع آخر زميل عندنا هون وبعدين أكرم وبعدين للجميع. صبحكم بالخير، أنا زميلكم محمد بدر. يعني أنا أكثر مشكلة ممكن أعاني فيها بالأمانة اللي هي دائرة التفتيش. وليش دائرة التفتيش بعد اللجنة مش قبل اللجنة؟ هذه بتاخذ وقت معنا كثير، وشو صلاحياتها؟ بالنسبة للمنصة يعني يفضل، المنصة هي عبارة عن رقم، لا هي عندنا مشكلة بالموقع ولا هي عندنا مشكلة، يعني كل واحد بمكانه، عبارة عن رقم، يدخل المعاملة برقم بالنقابة، تطلع من الأمانة برقم، والكل ضمنها. المفتش دائما بعد اللجنة. الوقت ليش ما يكون قبل؟ اعترض المفتش، روح ارجع رد عقد، يعني مشكلة. بالنسبة للمشكلة الأخرى اللي هي موضوع ترخيص الزيادات وموضوع إذن الأشغال، يفضل نرجع النظام موحد الاثنين مع بعض لأنه بيختصر وقت. شكرا. المهندس أكرم، آخر المتحدثين، سامحونا يا شباب عشان الوقت، سامحونا كثير لأنه الإخوان عندهم ارتباطات والتزامات أخرى، سامحونا. الله يعطيكم العافية جميعا، وشكرا للمعلومات اللي قدمت وللإيضاحات اللي بنتكلم عنها. احنا دائما نصبل الأفضل خاصة في التدقيق، الجهات ما زالت تتأخر في كثير من الأحيان. يا ريت مثلا نقابة المهندسين هي لحد الآن أسرع في الوقت نسبيا،
ولكن كمان هناك تأخيرات. يا ريت مثلا أنه نختصر وقت تدقيق المعاملة وما نبدأ فقط معماري ومن ثم تنتقل للإنشائي، ثم ليش ما تروح مباشرة كل واحد يدرس المعاملة في نفس الوقت، بحيث أنه نختصر وقت أكثر من انتظار الميكانيك أو الكهرباء على التدقيق المعماري حتى ينتهي. هاي واحدة. المهندس مثلا في أمانة عمان ذكر نقطة، المخططات غير المطابقة، ليش ما يتم مخاطبة النقابة بالمكاتب المخالفة اللي بتقدم لك مخططات غير صحيحة؟ خل إذا تكررت هاي النقطة عند المكتب الهندسي، إذا شفت إنه المهندس أكرم صمادي قدم لك مخطط مرة ومرتين وثلاث متلاعب بالطبوغرافي، ليش ما ترفع اسمه للنقابة؟ خليها تستفسر منه مرة مرتين ثلاث. أنا بدي أتحدث عن نقطتين. النقطة الأولى، أنا بعتقد موضوع ما تم فيما يتعلق بالتدقيق الإلكتروني هو جيد لكن غير كامل، يعني لم يصل لمرحلته النهائية. أنا بعتقد أنه التدقيق الإلكتروني بحاجة إلى تعليمات تضع كيفية يتم التدقيق الإلكتروني وإيجاد السند القانوني له. في نهاية الأمر أنت اليوم في عندك تعليمات تطبيق كودات البناء الوطني بتقول لك أنه المخططات بيجي أربع نسخ بتمر إنشائي، بتعطيك التفاصيل وكيف بتمر. لكن اليوم أنت التدقيق الإلكتروني في غياب أي تعليمات يعني تسنده إلى السند التشريعي والكيفي والتنظيمي والقانوني، بعتقد أنه هنا اليوم بحاجة لإكمال هذا الموضوع. لكن ما تم هو جيد، بحاجة أنه اليوم تكون موضوع والله التمبلت بالدفاع المدني مشابه لدى الأمانة، الأمانة مشابه للنقابة، وبحيث أن المخططات تقرأ ويكون فعلا السند التشريعي والقانوني له جاهز. هاي نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بموضوع تدقيق الأمن العام، قبل حوالي 4 أو 5 سنوات يعني تواصل مع مجلس البناء الوطني نقيب المهندسين وتحدث أنه كان في تعب وغلبة أنهم يروحوا الزملاء المكاتب الهندسية على منطقة مديرية الأمن العام الجديدة اللي هي في أين تقع المقابة أعميش. نعم. فوقت مجلس البناء الوطني أخذ المبادرة والتقينا في هنا في مجلس النقابة واجتمعنا مع إدارة الوقاية وإدارة السيطرة واتفقنا أنه يكون في مهندسين بسويل يلبسوا هون في النقابة ويقوموا بالتدقيق على أن يتم استبدالهم كل فترة زمنية. أنا بعتقد هذه تجربة جيدة وكان في بدايات بعض الملاحظات لكن تم التغلب عليها. أنا بعتقد اقتراح أنه يكون في مندوبين من الدفاع المدني لبعض المشاريع المعينة التي يعني لا تحتاج إلى كم كبير من التولز والتفاصيل للتدقيق في نقابة المهندسين، هذا أمر جيد ويساعد على تسريع العمل وإنجازه. ويعني أكيد هي الأمور ما تأتي مرة واحدة لكن هذا عمل تراكمي يحتاج إلى مزيد من الوقت. يعني هذول أنا نقطتين وبدي يعني أستأذن منكم أشكركم، يعني لازم أغادر بهاي اللحظة. فأنا بدي أشكر الباقيين. لو سمحت دكتور، إحنا مع احترامي للجميع أرجو أنه بس نضل مع بعض ونقول للدكتور جمال يستنى شوية لنقول له تكريم كوجوده الشخصي والصفة الاعتبارية والمحاضرة القيمة اللي يعني سمعناها كلنا مع بعض، فلا نستطيع أنه يغادر بدون ما يكون له التكريم، فليستنى معنا شوية. هلا زياد أبو عرابي بصفته الاعتبارية مدير دائرة التراخيص يجاوب على بعض الاستفسارات وبعض المقترحات اللي سمعناها أساس نختصر الوقت. كل الطخ بسالم. ألو. في البداية موضوع تكليف المخططات، إحنا كان سابقا ما كان في مجال للتكليف غير إنه إذا تكلفت المخططات تروح لتصديق مباشرة، فاستحدثنا خانة على خانة وثائق رفاق وثائق، هاي بيصير عليها التعديل، هاي ما بتروح على النقابة ولا الدفاع المدني. هاي أتوقع تعممت على كافة المكاتب وأتوقع 90% مكاتب عارفين عنها. مهندس ينال، يعني أنا بكلف كمدير أبنية مخططاتي بالدارة الأبنية بكلف على خانة
إرفاق وثائق والمخطط المعدل بعتمده وكل الملاحظات، وممكن حتى أكلف مرة ثانية إذا كان في نواقص ثانية، بس ما ببعث المخطط للنقابة إلا بعد ودفاع المدني إلا بعد ما يكون مستوفي لكامل ويكون معتمد. وإذا صار حالة أنه المخطط بعد ما اعتمد من الأمانة راح على النقابة والدفاع المدني ورجع وتكلف مرة ثانية، بيكون في مشكلة، مشكلة عند مهندسنا تحمل مسؤوليته. فبتوقع الموضوع هذا أنا صرت سامعه من أكثر مهندس، ما بعرف مهندس عوني المفروض يتعامل مع كل المكاتب، التكليف على الوثائق وليس على خانة التصديق. تعمم واضح. بالتالي موضوع تكرار التكليف مش مرهق، صار مش مرهق. هلا التكليف المتكرر في مشكلة، يعني ما عندي أنا قاعدة بيانات لكل المعاملات المكلفة وما بقدر أدافع عن جماعتي أنا بشكل كبير، بس بعرف إنه في تكليف. يعني أنا بصراحة أنا بكلف مخططات بشغلي أحيانا، بكون مقدم طلب تكون مدروسة من مهندس ورئيس قسم، ومهندس عندي ورئيس قسم عندي، تيجي المعامل عندي بالأخير اتخاذ القرار النهائي، بطلع على المخططات بلاقي فيها أمور لازم تتعدل مش مذكورة، لا مش مذكورة من حدا، بركز عليها ببعثها للتعديل ترجع لي، بطلع على المخطط هيك بلاقي فيه شغلة ثانية أحيانا بذكرها بالمشروحات شريط التعديلها مرة ثانية. هلا أنا ما بدي هاي تكون ظاهرة تتكرر وتعيق وتعمل تسبب تأخير وتعيق المعاملات، هذا حكي يعني غير مقبول بالنسبة لي. بعتقد موضوع استحداث هاي الخانة وفرت كثير من الوقت، وهذا جواب على أكثر من سؤال بنفس الموضوع. إحنا زمان كنا لا التكليف المخطط بقعد شهر دفاع مدني والنقابة، مظبوط انتهينا من الموضوع هذا. موضوع المهندس عمارين اللي هو منصة واحدة للتدقيق، انه يكون في مهندس من الأمانة او كادر من الأمانة موجود ضمن مظلة نقابة المهندسين، الصراحة احنا عملنا وتراخيصنا مرتبطة بلجان وقوانين وأنظمة، لازم يكون صلاحية اصدار او الموافقة على الترخيص ما تكون من مهندس رأي، لازم تكون من خلال لجنة محلية او لجنة نوائية. بالتالي المهندس رأيه مش ملزم، وقرارات الترخيص خاضعة للتفتيش من أمين عمان. يعني معاملة إلى يعني أنت بتحكي على مثلا إحنا مناديبنا الموجودين في مثلا تراخيص محطات المحروقات، مندوبنا ما بكتب ما بقول ما لا مانع، بس لازم تأخذ قرار من اللجان وممكن تنسيبه هو بالموافقة ما يكونش نهائي لأنه هو بكتبه والأمر يعود للجان. فاللجنة وجهات نظر، وتعرف إحنا في عنا ستيل في بعض المفاهيم ما بتقدر يعني، وبدي أرجعك بذاكرتك لدائرة تشجيع الاستثمار، كان زميلنا المهندس ياسر شعبان كانت من خلاله يجيب لنا المعاملة، عارف شو كان يحكي لي؟ بقول لي بصراحة أعطيها عدم موافقة بسرعة عشان ما تأخرش معاملة هاي تشجيع الاستثمار. ما كان الهدف من موضوع تشجيع الاستثمار منصة واحدة إنه المعاملة تمشي بسرعة وتأخذ موافقة ويكون كل واحد له صلاحية بالقانون، هذا ما وصلنا له. إذا وصلنا إنه المهندس الأمانة تعرف في مشاريع بدها رأي، بدها تعديل، وجهات نظر بتختلف، صعب إنه الأمانة تكون تحت منصة واحدة. زملائنا بالنقابة المهندسين ودفاع المدني الكودات تقريبا 90% واضح، ما في اختلافات بالتدقيق كثير، يعني مش معقول والله مدقق بالدفاع المدني عن مدقق بيختلف كثير، إحنا عنا بيختلف شوي فيه، يعني في اختلافات. دبي بيكون كل شيء نازل بمخطط الموقع التنظيمي بكل التفاصيل كاملة البناء. أنا ما عندي، أنا بحط نظام عام، ما بقدر أنا بدي أقول له الحفرة المصاصية عمل لي إياها ورا ولا عمل لي إياها قدام، الرام برفع لي إياها نزل لي إياها. إحنا شو مشاكلنا مهندس بالتكليف؟ كل المعاملات، وفي مهندس شفته أسا دخل بجيب لي رام بارتفاعها 6 متر عن الأرض الطبيعية ومقترح أصولي، أنا كيف أتعامل فيها هاي؟ أقول له موافق؟ بدي أعدل. بقول لي كيف بدي أعدل هيك الأرض الطبيعية؟ هذا خاضع للنقاش والتعديل والأخذ والعطاء، وأنا ما بقدر أعطيه 6 متر عن الأرض الطبيعية ويضر مجاورين ويضر في الأسوار 7 متر. إحنا نظامنا نظام عام مش تفصيلي. دبي والأراضي كلها تفلات، كل الديتيلز للبناية بالارتدادات بالمغلف بالارتفاع بالاستعمالات بالميكانيك بالكهرب موضوع بخطط الموقع التنظيمي، ولما يتنفذ بتنفذ بالأصول حتى بالتصميم الإنشائي حتى برقابة الإعمار مرسومة الأمور. أنا ما عندي هذا الحكي، لو عندي هذا الحكي برتاح، ما فيش مهندسين، بخلي النظام هو يدقق لي.
واسهل لي انا كمدير ابنيه، ما تنزلش عندي المعامله خلص. اذا كل قطعه ارض مرسومه رسمه بالضبط ارتداداتها وتفاصيلها الانشائيه ومناسيبها واسوارها وارتفاعاتها وكل شيء، ليش خلص بصفي التدقيق بس هيك تشك بس؟ هذا الحكي صعب عندنا احنا بالامانه، في كثير تفاصيل بيعرفوها اخوان المهندسين، يعني عناصر النظام كثيره، ممرات معلقه، مظلات مدخل، شرفات، طوابق سطح، ارتفاعات، مليان تفاصيل مختلف عليها، حتى بين المكاتب، حتى بيننا احنا لسه ستيل ما وصلنا لخلاصة فيها، صعب. وهي تصاميم، هذا المالك عدواني بده صالة كبيرة وبده مظلة كبيرة، هذا مدني بده هيك هيك، هذا بده يعني الزبون له كمان متطلبات، متطلبات مش شرط تناسب نظامنا، فبتغير الموضوع. فبالتالي موضوع انه منصة واحدة اتوقع صعب عمليا انه يصير. موضوع ترخيص الزيادات مع إذن الأشغال، ترخيص الزيادات متطلباته المخططات بدها تروح للنقابة يصدر فيها رخصة إنشائية، إذن الأشغال متطلباته مختلفة، ما في ترخيص، في متطلبات اللي هي جاهزية البناء فقط، وبعدين هذا إذن الأشغال بيطلع فيه وثيقة وبروح للدفاع المدني، وترخيص الزيادات القائمة المخططات بدها تروح للدفاع المدني، بصير في عندك دوبليكيشن بالتحويل. فنيا تقنيا صعب، شغالين عليه بس صعب. بعدين اذا اي نقص بالمنطقه الخضراء كل المعامله بتاخذ عدم موافقه، فالافضل انه نفصل ترخيص الزيادات عن اذن الاشغال. احنا فصلنا خدمه اذن الاشغال لحاله بشكل مستقل، لانه احنا هدفنا نوصل لمرحله لما تشريعاتنا تستقر ويصير مرجعيه الرخصه من القسم الفني المختص بدون اي لجان، بقدر انا كمهندس اطلع الواقع ويكون في عندي زي تشيك ليست لمتطلبات اذن الاشغال، حققها موجوده، بعمل تشيك بطلع لك اذن الاشغال مباشره بدون ما ارجع للجان وبدون ما ارجع لاي شيء. هسه اذا ربطت اذن الاشغال متطلبات اذن الاشغال بالترخيص راح يصير في عندي اشكال دوبليكيشن، راح يصير في كثير طلبات ترفض، ما تقدر تدفع رسوم غير لما تجهز المنطقه الخضراء، غير لما تجهز السور، غير لما تعمل شيء معين، فتاخر الطلبات كثير، عمليا صعبه حاليا. موضوع اللجان حكينا لكم، احنا لجنتين بالاسبوع. في سالت سؤال انه ترخيص الزيادات ليش ما ينكشف عليه؟ انا بدي اسالكم، هو المهندس اللي عندي لما يكشف كشفه غير كشفك انت المكتب الهندسي؟ مش نفسه يفترض ما في تكليف، يفترض الوضع الطبيعي الصحي المثالي ما في تكليف، انت مكتب هندسي لازم تنزل بنايتك از بيلت 100% كله. انا يعني مرات بجور على جماعتي بقول ليش معامله تكلفت، بودوا لي التكليف، بطلع والله ما هم حق 90% ما هم حق، ترى 90% ما هم حق. المهندسين بيقولوا لي هاي المعامله طلعنا عليها لقينا 1 2 3 4. طيب سؤال، ليش كل المخططات هي عطفه المهندس رامي موجوده؟ بعد اللجنه اللوائيه احنا بتاخذ عينات عشوائيه بتحولها على الكشف على 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 في عندنا مهندس يعني محترف بالكشوفات بالتفتيش، بتطلع على المعاملات اللي وارده ان من المناطق اللي هي ترخيص زيادات قائمه اللي المفروض فيها تعهد بالمطابقه، بنكتشف بلاوي، تقرير 12 بند لا رامب صح ولا اسوار صح ولا مناسيب صح ولا ارتدادات صح ولا بروزات صح، وبتعدلوا وبغيروا وبرجع الرام ابو ال 20% على المخطط صار 27% على الواقع على المخطط، هذا صح؟ يعني حقه مين الملام بالتاخير، انا ولا المهندس مكتب الهندسي؟ ايش اعمل؟ انا خايف من موضوع اني انا ارجع الكشف المسبق على المخططات، لانه انا بصراحه انا حكالي احد المهندسين حكالي قال لي، قلت له بدي احولك على مجلس البناء الوطني، انت مخططاتك غير مطابقه وعن نقابه المهندسين. شو قال لي؟ قال لي شو لازم اعمل؟ قلت له لازم ما عملت المخطط غير ازبلت. قال لي وهذا بطرني الزبون المالك بيعزلني. قلت له يعزلك؟ قال انا كيف بدي اكل واشرب؟ هيك طلب مني، هيك حكى لي المكتب الهندسي. طب انا اذا انا بدي اكون يعني بدي اظلم، ترى لو بدي اشتغل زي ما على الاصول نص المكاتب بتسكر. ايوه ظل سيدي نقص الكوادر. احنا المعاملات تدقق من قبل الاشخاص مش من قبل النظام، مش مهندس عدد المعاملات، يعني المعامله بتدقق هي مسارها كله الكتروني باستثناء الشخص اللي بدقق المعامله هو مهندس بده يطلع المعامله بشر يعني.
فعدد المعاملات أكبر من عدد الكوادر الموجودة صراحة. وللعلم عدد المعاملات زاد كثير زي ما حكى رئيس هيئة المكاتب، للعلم عدد ضخم. أنا بدي أعطيكم بس رقم، عندي باللوائية بالأسبوع 120 معاملة ترخيص عندي بالمناطق، ولا في منطقة شغلها زاد بنسبة 25-50% كل بال 2021. عدد الطلبات هائل كبير يعني، عندنا الكوادر عندنا قلت لأنه إحنا في ناس تقاعدت، في ناس ترفعت، في ناس انتقلت، ففي عندنا مشكلة بالكوادر، والكل بيعرف إنه في مشكلة بالكوادر. يعني أنا بعض المناطق فيش غير مهندس واحد، وفيها بالأسبوع بيجي بدخل عليها حوالي بحدود 20-25 طلب، فأنا عندي نقص بالكوادر. موضوع بس المهندسة سألت خلص سيدي هاي مهندسة. موضوع في خانة للمكاتب الهندسية، احنا شغالين على الموضوع، هيو بالاي تي بدرسوا فيه ان شاء الله، يعني اذا بزبط عمليا ان شاء الله مش راح اقصر. اوكي اوكي خلص سيدي خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما بدي أطول عليكم، يعني أخواننا بنقابة المهندسين مستعجلين وفي جلسة ثانية، لكن فيما يخص التكليف، إحنا عادة لما أنا أكلف معاملة وأحط أنه أنا بدي أقدمية بناء أو إذن إشغال أو مخطط مختوم بختم الدفاع المدني، فأنا أرجع لك إياه خلال 24 ساعة 48 ساعة ماكسيمم عندنا الإجراء. الآن أصبحت الكرة في ملعبك كمكتب هندسي، الأصل أنك تزودني في هذه المعلومات عشان أقدر أنا أشتغل على المخطط. من ناحية التدقيق داخل حكيناها، يعني جزء حكاها الدكتور جمال وسأل المهندس عنها. إحنا الآن إن شاء الله خلال أسبوع أسبوعين راح يتم توقيع الاتفاقية مع نقابة المهندسين بوجود مدققين، وحكيناها على الستاند. فيما يخص اللي هي 83 مرخص قديم أو كذا، إحنا شو يجينا من أمانة عمان إحنا نشتغل عليه، وبالتالي بدي إثباتات إنه هل هذا المبنى حاصل، هل هذا المبنى لديه ترخيص، هل المبنى حاصل عنده موافقات دفاع مدني. والرقم الإلكتروني، الرقم الإلكتروني إحنا حكينا عن الموقع، لو كان فعال الموقع إن شاء الله بداية السنة يرجع تفعيله، كان سهل جدا تدخل رقم أمانة عمان الكبرى تعرف وين معاملتك صارت. الدفع الإلكتروني إن شاء الله راح نفعله، هو 24 ساعة، يعني ممتاز إني أنا قاعد أعطيك أزودك بكم أنت بدك تسوي في رسوم خلال 24 ساعة. يعني إحنا كنا نطلع سابقا لأسبوع أسبوعين موعد علشان بس أعمل لك أمر القبض، الآن إحنا قاعدين نحكي خلال 24 ساعة الأمر القبض، فهو يعني مش هالفترة البعيدة، لكن إن شاء الله لأنه هو يدرس مخططات ويضع ملاحظات وبده يعبي أمر القبض بده يأخذ معه وقت، فإحنا إن شاء الله نطمح أنه نزيدها. وإن شاء الله في الأسابيع القادمة راح يكون في ورشات عمل ولقاءات بيننا وبين الشركاء لمناقشة كافة الملاحظات وتسهيلها إن شاء الله عليكم، والله يعطيكم العافية. إذا سمحوا لنا الزملاء، هذا مؤتمر يعني، وبطلع بتوصيات ونتائج، مش ورشة عمل ولا قضايا حوارية، هذا مؤتمر. التوصيات الرئيسية كلها كتبت، سيتم بناء عليها عمل ورشات عمل مع الجهات المختصة والمختلفة لتكملة المشوار. والآن اسمحوا لنا نكرم عطوفة الدكتور جمال اكتشات أمين سر مجلس البناء الوطني على هذه المحاضرة القيمة وبصفته الشخصية والاعتبارية، فليتفضل. الآن مع عطوفة المهندس زياد أبو علابي صفته الشخصية والاعتبارية. المهندس أنور جديفات بصفته الشخصية والاعتبارية فليتفضل.
مهندس عولي خميس فليتفضل. شكر موصول للجميع على هذا الحضور الطيب ومخرجات هذه الجلسة القيمة. إلى اللقاء إن شاء الله في فعاليات أخرى.